طيب السيكونس على المحاضره كالتالي. يفترض يا جماعه ان شاء الله تعالى احنا الاسبوع ده عندنا 5 ساعات، احنا خلصت بنجاح، خلصنا الاكتيفيتي، النشاط بتاع الاكتيفيتي، وخلصنا الامتحان الاولاني الحمد لله بنجاح، فاضل لنا الامتحان الثاني والثالث. المفروض كنا امتحان الامتحان الثاني الاسبوع اللي فات ما امتحناش، هاجله النهارده، والامتحان الثالث والفاينل هخليهم الاسبوع اللي جاي اللي هو في اخر اسبوع الفاينل ان شاء الله تعالى. بالنسبه للنهارده عندنا 3 محاضرات، ليه 50 دقيقه 50 دقيقه 50 دقيقه، فانا هشرح ان شاء الله تعالى اول محاضرتين، وبنهايه المحاضره الثانيه يعني على قرب الصلاه كده هوقف الشرح ويبتدي الامتحان. نظريا انا معتمد ان الناس اللي هي الشاطره اللي عايزه تختبر نفسها يفترض ان هي تخلص في خلال ساعه، يعني تاخد البريك بتاعك وترجع تصلي، وترجع بعد الصلاه تتامل تقعد مده ساعه. انا كده كده تحسبا علشان زي ما اتفقنا، علشان النت لو واقع عند حد ولا بتاع كده كده بفتحه طول اليوم، ما عنديش مشكله. بس انا بتكلم ليك انت، الناس المتخصصه، عشان تختبر نفسك يفترض اللي هو المحاضره الثالثه اختبر نفسك ان انت تلحق تخلص فيها. ده اختبار ليك انت، خلي بالك الموضوع كله معمول علشانك انت، تتست النولج بتاعتك. تتست النولج بتاعتك قدر المستطاع يعني. بحيث ما يبقاش دش كلام عاملين يتكلموا وخلاص يعني. كالمعتاد قبل ما نطلع ان شاء الله هترجم لك الامتحان الثاني ان شاء الله تعالى. فخلونا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض نبتدي في الجزء الثاني، بس قبل ما نبتدي في الجزء الثاني اللي هو بقى السوفت وير، السوفت وير مينتننس، كان فاضل لي فيديو واحد البايوس، اعتقد ان هو من الـ يعني مهم من الاهميه بمكان ان احنا نتكلم فيه شويه، بعدين ان شاء الله نتطرق بقى للجزء الثاني من الكتاب اللي هو بيتكلم على السوفت وير مينتننس. طيب ده بيتكلم على البايوس او البي اي او اس او البيسك انبوت اوتبوت سيستم. ايه الكلام ده؟ تعال كده نركز، شوف الراجل ده هيشاور على ايه، فين البايس ده اصلا؟ شايف بتاع الصغننه دي؟ نرجع تاني واوقف عندها. شايف دي؟ هو ده البايس. ايه بقى موضوع البايس ده؟ دلوقتي انت بتفتح الكمبيوتر بتاعك، عملت الباور فعمل اون، اول ما بتعمل اون اول حاجه بتشتغل البايس. البايس ده بيحصل كذا حاجه كده في الكمبيوتر. اول حاجه بيعمل حاجه اسمها البوست. البوست يعني يتاكد ان كل حاجه شغاله وشغاله صح، ان الرامات موجوده، ان انت حاطط، ان مفيش مشكله في كارت الفيديو وهكذا، يقعد يشيك على كل حاجه عندك خلاص. واحيانا بعض الكومبوننتس دي لو فيها مشكله بتديك حاجه اسمها البيب او البيب ساوند او البيب كود، يعني يديك صوت معين، فتسمع الصوت ده تعرف ان الصوت المشكله دي من الرامه، يعني مثلا بيب 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 فتعرف ان دي رامه، بيب بيب فتعرف ان دي كارت فيديو وهكذا. بس مع الوقت البيب كودز دي اندثرت، يعني كتير منها اندثر، مع معظم خلاص معظم الحاجات دي بقتش موجوده، باعتبار ان بقى في تكنولوجي اعلى شويه، بقى عندنا طرق افضل نقدر نفهم منها اذا كان عندي مشكله في كومبوننت معين او في جزء معين من الكمبيوتر او لا، زي ما هنشوف في الفيديو. فبلاش نعتمد قوي على البيب كود ده، بقينا نعتمد على حاجه ثانيه زي ما هنشوف. خلاص، فاذا اول حاجه بتحصل بيحصل البوست ده، بيحصل بعد البوست ده ما بيحصل بنبتدي نقود الكمبيوتر لموقع نظام التشغيل. يعني في الاخر انت عندك الهارد ديسك بتاعك، الهارد ديسك عليه ملفات كتير، اهم مجموعه من الملفات ملفات نظام التشغيل. طيب لما يجي الكمبيوتر يبتدي يقوم نظام التشغيل، يقومه من اني بقى ملف، من اني حته في الهارد ديسك، فالمعلومه دي خطيره جدا، من غير المعلومه دي الدنيا تضيع يعني. طيب مين اللي عنده مكان بدايه نظام التشغيل؟ هو البايوس. فالبايوس هو في الاول هو اللي بيعمل شويه شغل كده كتير. من ضمن الحاجات اللي بيعملها البايوس ان في حته جواه اسمها CMOS، سي ام او اس، CMOS. السيموس دي وظيفتها ان هي تحتفظ ببعض السيتنجز او بعض البيانات المهمه اللي ممكن تحتاجها، زي ايه؟ زي الباسورد. يعني ايه زي الباسورد؟ مش انت لما بتيجي بتقوم الكمبيوتر عندك في البيت بتخلي اي حد ما يدخلش على ويندوز بتحط يوزر نيم باسورد؟ ايوه، بس ده الباسورد بتاعت الويندوز.
أكيد معظمنا شاف إن في باسورد تانية ممكن تتحط في الشاشة السوداء أول لما الكمبيوتر يقوم. دي الباسورد بتاعت البايوس، بتاعت السي موس. الباسورد بتاعت الكمبيوتر كله، يعني مفيش أي حد يعني أصلا لسه نظام التشغيل أصلا ما قامش. بس مش عايز أي حد يجي يدخل يقعد على الكمبيوتر بتاعي. فهعمل إيه؟ فكنا بندي على الشاشة السوداء كده أقول له تك لو سمحت دخل الباسورد. فيدخل الباسورد، يبتدي نظام التشغيل الويندوز يقوم مثلا، وبعد كده يبتدي الباسورد الثانيه بتاعه الويندوز تطلع. فاذا ده كله شغل ايه؟ كله شغل البايوس. ده الشكل القديم بتاعه كان بالمنظر ده. خلاص البايوس. هنشوف أشكال أخرى. شايف الشكل الجديد؟ شايف؟ ما بقاش الكبير أوي، الشبة بتاعته ما بقتش كبيرة أوي، بقت صغننة أوي. خلاص؟ المذر بعض المذر بوردات الحديثة فيها الحركة الجميلة دي. إيه بقى ده؟ قال لك أنا مش هحط لك بايوس واحد، أنا هحط لك اتنين بايوس. المين بايوس الأساسية والإي وبي، فهو ده البي بايوس. ده اللي هي بحيث خلي بالك ان البايوس دي لو اتشالت او اتحرقت الكمبيوتر مش هيقوم، هيقوم ازاي؟ خلاص؟ فبعض الايه؟ فبعض المذر بوردات فكرت قال لك هنعمل حركه جامده جدا، ايه؟ هحط لك بدل البايوس اتنين بحيث لو واحده باظت التانيه تشتغل. طب ده جامده جدا. جامده جدا، او لو المعلومه من هنا طارت لاي سبب التانيه تشتغل، وبعدين اوتوماتيك المعلومه تيجي من هنا تترحل لهنا. ترجع الدنيا ايه سليمه زي كما كانت يعني. فده بيديك بيخليك سيف جدا في شغلك. ده بيسموه الافيلابيلتي، الافيلابيلتي كده بتاعتك عاليه، ان احتمال ان الاثنين بايس يبوظ صعب جدا. فدي جامده جدا. طيب نكمل. ده بيسموه الباك اب بايس، يعني باك اب لو واحده باظت الثانيه تدخل تحل محلها تشتغل بدلها. بس احنا قلنا ده البوست اللي بيتم في الاول يشيك ان كل حاجه شغاله. السي موس ده اللي بنحتفظ بيه في السيتنج زي اللي تلك الباسورد، بتحتفظ في حته في البايوس اسمها السي موس. بس كله ايه كلام ايه شرحناه. طبعا هو دلوقتي للاسف الصوت مش هيسمعه، هو هيبتدي يشغل الجهاز. اول ما يشغل الجهاز هيعمل تيت تيت، دي الصوت ده البسيط ده، ان كل حاجه تيت، ان كل حاجه تمام يعني. خلاص كل حاجه تمام. هو عايز يبتدي يوريك ان في حاجه اسمها البيب كود، او الايه، كود الاصوات، او مجموعه الاكواد الخاصه بالاصوات. زي قلت لك معظمها للاسف اندثر. خلاص اتبقى منها حاجات بسيطه، ان لو في مشكله في كارت الفيديو، لو في مشكله في كارت الشاشه، بس ما بقيناش نعتمد عليها دلوقتي قوي يعني. الحقيقه بقى في بدائل هنشوفها افضل. بص لو ما فيش رامه بتسمع ايه صوت معين، كل حاجه بقى ايه ليها صوت. طيب اول ما تفتح الكمبيوتر لو بصيت على الشاشه السوداء يبتدي يطلع البيانات كامله عن الجهاز بتاعك، وايفن حتى عن البايوس، لان البايوس ده مهم جدا على المذر بورد. فيجي يقول لك البايوس بتاعك عباره عن ايه، الماركه بتاعته ايه، وبعدين يبتدي بقى يقول لك بيانات الجهاز بتاعك، الرامات عندك كذا كذا. عايز يقول لك ان انا قريت الرامه ما فيهاش مشكله وموجوده اهي. طب والدرايفز بتاعتك ايه، الهارد ديسكات بتاعتك، يقول لك انا شايف كذا 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 كذا، شايف سي دي روم، شايف فلوبي ديسك، شايف هارد ديسك واحد، شايف هارد ديسك اثنين، شايفهم كلهم. عايز يقول لك انا عمال اقرا، شايف ان انت موصل اثنين ماوس اللي هو المايس، يعني اثنين مايس وان هاب، وعندك كيبورد دين كيبورد موصل، فعمال يديك المعلومات كلها. خلاص ده كل ده على الشاشه السوداء. بص بقى ده البديل اللي احنا بنستخدمه دلوقتي، حاجه بنسميها البوست كورد. ايه البوست كورد ده؟ شايف ده البوست كورد ده، هنيجي نركبه ككارت جوه المذر بورد. وبعض المذر بوردات القويه قوي بيلت ان فيها الحركه دي، بس غالبا انت هتضطر تركبها، تجيب كارت من راجل بتاع صيانه او ادمنستريشن، فيكون عندك الكلام ده متوفر، تشتريه مش هيبقى غالي، فتشتري البوست كورد ده. البوست كارد ده بتركبوه، لو في اي كومبوننت فيه مشكله هيطلع لك على الشاشه الصغيره ده رقم،
او كود ارقام، هتاخد الرقم وترجع للكتالوج بتاع المذر بورد اللي معاك، هتلاقي فيه صفحه للبوست كارد كودز، هيقول لك ان الكود ده معناه ان في مشكله في الرامه، في مشكله في الكارت بتاع الفيديو وهكذا. فدي سهله، سهله الدنيا جامد جامد. تعال نشوف هو دلوقتي هيشغل وهوريك بقى من ورا من المذر بورد الدنيا عامله ازاي. بص 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 بص. طبعا لسه، استنى سيبك من الارقام تطلع في الاول، استنى لغايه لما الرقم يستقر تماما، استنى لغايه لما الرقم يستقر تماما، تلاقيه بيقعد يتغير يتغير لغايه لما يثبت، يثبت على حاجه. لما يثبت على حاجه تاخد الرقم اللي ثبت، تاخد الرقم اللي ثبت وروح اتفرج عليه، هيقول لك الرقم ده معناه كذا او الكود ده معناه كذا. فيفتح دلوقتي، بص هيفتح المذر بورد، يطلع لك الكتالوج بتاع البوست كارد واللي ليه اسماء كتير في البتاع، بس هو هتلاقيه جدول كده فيه المعلومات كامله، فتقول له ان ده معناه كذا، ده معناه كذا، ده معناه كذا. اي شايف؟ اوريها لك تاني. هنا بنسميه الكيو كود تيبل، لكن هو ايه؟ البوست كارد، يعني البوست كارد كودز. فيقول لك ان كل واحده منهم معناها كذا، كل واحده منهم معناها كذا. شايف؟ فمفيش ايه فتي في الموضوع، يعني الموضوع اصلا بقى ظريف جدا ان كل حاجه دوكيومنتد. ماشي. طيب كل حاجه في الدنيا بتتطور. احنا شفنا ان البي سي اي بقى بي سي اي اي، وخلاص هو دلوقتي اللي موجود دلوقتي مفيش الا البي سي اي اي، صح؟ وشفنا حتى الموديلات بتاعت الانتل وليه ام دي عماله تتطور كل شويه. قال لك اشمعنى بقى البايس اللي مش بتتطور؟ مش انا وريتك ان في شكلين للبايس؟ اشمعنى البايس اللي مش بتتطور؟ فقال لك البايس الجديد لما جم سموه اليو اي اف اي، اليونيفايد اكستنسبل فيرموير انترفيس، اللي هو في الاخر البايس. يعني احنا حتى هذه اللحظه برضه نقول عليه البايس، بس دلوقتي انت فاهم ان احنا قصدنا البايس الجديد اللي هو اليو اي اف اي، هي نفس البايس، بس البايس بتاع زمان الناس اللي شغاله مينتننس ادمنستريشن من زمان عارفين ان انت لما تيجي، مش انا اقول لك ممكن تعمل باسورد على الشاشه السوداء؟ بتعمل ازاي؟ بيكون عندك اول ما الكمبيوتر يقوم انت ونصيبك بقى، احيانا تضغط على زرار الاسكيب، احيانا تضغط اف 2، احيانا تضغط اف 8، احيانا اف 10، اف 12 كده يعني، فيروح مدخلك على شاشه تبتدي تحط السيتنجز بتاعتك، تقول ان مش اي حد يدخل، لازم يدخل باسورد 1 2 3 4 5 6 مثلا، ومش اي حد يدخل على البايس اللي انا بدخل عليه يعمل بتاع الاعدادات ده، في باسورد ثاني، يبقى في اتنين باسورد، باسورد لليوزر عشان يدخل على الوي، علشان يدخل يحمل النظام التشغيل بتاعه اصلا، فمحتاج يدخل، وعلشان يدخل الشاشه السوداء على السيتنجز اللي انا بدخل عليه كادمنستريتور انا محتاج ادمن باسورد، يعني في اتنين باسورد، باسورد للادمن اللي بيعمل الكونفجريشن ده، مش اي حد يعمل الكونفجريشن ده، وباسورد لليوزرز التانيين اللي هيقعدوا على الجهاز وعايزين يبتدوا يتعاملوا مع بتاع، فقبل ما يدخل على الويندوز لازم يدخل باسورد، ده اسمه يوزر باسورد. فاصلا عشان تدخل لازم كنت ايه؟ تدخل على الكونفجريشن. الكونفجريشن ده في البايس القديم ما كانش فيه كيبورد، يعني ما كانش فيه ماوس، يعني مش كده بالكليب ده، ده انت عامل زي السي ام دي، فاكرين؟ عارفين السي ام دي؟ تعمل سي ام دي وتيجي هنا في الشاشه السوداء تكتب اوامر، هو كان كده. لكن في اليو اي اف اي لا، بقى عامل كده زي الويندوز وعندك الحركات والماوس وبتاع، فالدنيا بقت اسلس كتير وبقى في اوبشنز اكتر كتير. زي ما هنشوف، زي ما هنشوف. فالبايس تطور بقى اليو اي اف اي، هو نفسه البايس، هو بس ايه طبعا، يعني اي حاجه في الدنيا بتتطور. خلاص السيستم سيت اب اللي بيتكلم هو ايه بتاع اللي هندخل عليه، نعمل منه كونفجريشن، وده في الاخر بيتحمل وبيتسيف في السي موس حته في الايه، في البايس. نشوف. بص هنا ما احيانا بيكون الكمبيوتر محترم يقول لك تضغط عليه، هنا بيقول لك مثلا اضغط ديليت واف 2 عشان تدخل على البايوس سيتنجز او السيستم سيتنجز. يعني لما تدخل هيديك حاجه بالمنظر ده، ده الجديد، ده اليو اف اي، يعني تقدر عندك ماوس او تقدر تحركه وتكليك وبتاع، والدنيا سهله. معظم الحاجات دي هتلاقيها ستاندرد، وفي حاجات زي دي يعني
مش كل الناس عندها ماي فيفورت، مش كل الناس عندها الاي اي تويكر ده، بس في حاجات كتير هتلاقيها ثوابت. يعني اول ما بتفتح يديك معلومات عن السي بي يو، معلومات عن الميموري، معلومات عن الكهرباء بتاعتك، خاصه للناس اللي بتعمل او سي، يعني بتعمل اوفر كلوكينج. تعالى طبيعي انك تروح داخل على المين. المين عندك هو ممكن تتحكم في اللغه، تتحكم في الديت بتاعك، تتفرج على الميموري بتاعتك، ممكن تلعب شويه في السكيورتي. لو انت رحت في السكيورتي، هي بقى الحته اللي احنا بنقول عليها، انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل باسورد لليوزر عشان مش اي حد يدخل على الويندوز حتى، ولا عايز ادمنستريتور باسورد عشان مش اي حد يدخل على الشاشه دي؟ فعندك نوعين من الباسورد، ادمن يوزر ويوزر، اسف، ادمن باسورد ويوزر باسورد. فعندك ده وعندك ده، بس دي مهمه جدا. على جري علشان احطكم. بعد كده الاي اي تويكر دي بتفيد الناس اللي بتعمل اوفر كلوكينج، بس لو انت بتعمل اوفر كلوكينج بيبقى من الظريف انك تبص على الشاشه دي، غير كده لا. تعال نروح للادفانسد. هنا انت شايف السي بي يو سرعته عامله ازاي، شايف تفاصيل كتير. من ضمن هذه التفاصيل تعال بس نوريك حاجه خاصه بالاون بورد ديفايس كونفيجريشن. ايه الكلام ده؟ انت لو بصيت على الكيسه بتاعتك هتلاقي، باعتبار ان انت عندك التاور الكبير الكيسه، هيبقى عندك فتحات او كونكتورز ممكن تحطها من قدام، وكونكتورز ممكن تحطها من ورا. يعني انت ممكن عندك فلاشه يو اس بي ممكن احطها من قدام او من ورا. فاحيانا بيكون انت عايز لسبب او لاخر تقفل عمل اليو اس بي ده، مش عايزه يشتغل خالص. الطبيعي ان الكلام ده انا اعمله من الويندوز، وانا افضل ان انا اعمله من الويندوز زي ما هنشوف النهارده او المره اللي جايه. فانا افضل الكلام ده يتعمل من الويندوز الحقيقه يعني، ولكن الحقيقه ان انت ممكن تمنعه اصلا على مستوى الهاردوير، على مستوى البايوس نفسه. يعني ممكن اجي من هنا هقول له في عندك هنا حاجه اسمها الفرونت وعندك حاجه اسمها الباك، فانت ممكن تقفل من هنا وممكن تقفل من هنا براحتك. يعني بص بص بص، هنا في حاجه اسمها الباك، في حاجه اسمها الفرونت، انت عايز تقفل ايه؟ تقفل من قدام ولا تقفل من ورا؟ فانا ممكن اجي مثلا من قدام اقول له ديسيبل قفلته، ومن ورا اقول له انيبل تشغله، زي ما انت عايز. زي ما انت عايز. ده الكيو كود اللي احنا شفناه، عايزه يطلع ولا مش عايزه يطلع الكيو كود؟ قلت له انيبل عشان لو في اي مشكله تطلع لي. عايز الصوت يطلع ولا مش عايز يطلع، وهكذا. يعني الدنيا ايه، لطيفة يعني. خلاص تعالى نشوف حاجة تانية. البورتات كلها ممكن تقفل وتفتح زي ما انت عايز، الكونكتورز كلها اللي عندك. يعني البوت ده مهم جدا، البوت ده علشان تقدر تتحكم ايه اللي هيقوم قبل ايه. يعني مثلا دلوقتي انت عايز لما تقوم الكمبيوتر الويندوز يقوم، الويندوز هيقوم جاي منين الويندوز ده؟ ما هو متسيف اصلا كملفات على هارد ديسك، فانت عايز اول حاجه تقوم الهارد ديسك. بمعنى لو انت عندك الهارد ديسك هو موجود جوه الكمبيوتر وفي نفس الوقت حاطط فلاشه، مين اللي هيقوم؟ نظام التشغيل الموجود على الهارد ديسك، عشان الهارد ديسك قام الاول. طب نفترض ان انت عايز تعمل انستليشن للويندوز وحط الويندوز ده على الفلاشه بتاعتك، وجيت حطيت الهارد ديسك او موجود عندك وحطيت الفلاشه، الفلاشه مش هتشتغل. ليه مش هتشتغل؟ لان انت بتقول بوت لي منين؟ من الاس اس دي، من الهارد ديسك. لا، المفروض ان انا اجي ادخل هنا واقول له الاوبشن الاولاني، ان انا بما ان انا عايز اعمل انستليشن من السدايه لو سمحت قوم لي من اليو اس بي بتاعي. الاوبشن الثاني ان انت عايز تقوم منين؟ من الهارد ديسك. ليه في اللحظة ليه الكلام ده؟ عشان عايز اعمل انستليشن، فساعتها انا عايز اعمل باي باسنج للهارد ديسك، اعدي الهارد ديسك واخليه يقوم ويحمل الويندوز اللي موجوده فين؟ في الفلاش. خلصت ترجع تدخل هنا تاني تقول له لا خلاص قوم بقى منين؟ من الهارد ديسك تاني. الكلام ده بسيط يعني، اعتقد ان معظمكم عارفينه، بس يعني عشان لو في حد الكلام ده بالنسبه له جديد يعني.
خلاص. فانت عايز تقوم منين، من الهدايا ولا من ايه، من الهارد ديسك. فتعمل تظبط الترتيب بالمنظر اللي يناسبك يعني. دي حته انا ما بحبهاش حقيقه يعني. والحته دي ان انت ممكن تعمل ابديت للبايوس، لان في الاخر البايوس ده هاردوير ليه سوفت وير بيتحكم فيه، فالسوفت وير ممكن زي اي سوفت وير في الدنيا يتحدث. فكل كام شهر، كل كام سنه ممكن تلاقي الموقع بتاع الشركه نزل ابديت جديد للبايوس. فده يتطلب، ده يتطلب ان انت تكون منزل الابديت بتاعك، حاطط مثلا على الهارد ديسك او حاطه على فلاشه، او ان انت عايز تعمل تحديث الابديت ده مباشره من الانترنت. ايا كان في النص التحديث، لو التحديث وقف، الكهرباء قطعت يا زيد في النص، كل سنه وانت طيب، البايوس راح. وعلشان كده اختراع ان يبقى فيه اتنين بايوس ده اختراع رهيب، علشان الثانيه الباك اب يروح مرجع لك اوتوماتيك للبايوس المين بايوس، فالدنيا تتظبط. فالحته دي انا ما بحبهاش صراحه يعني، الحته دي خطيره جدا، فابعد عن الشر احسن لك يعني. فزي ما بقول لك الحته دي صعبه جدا، فحاول تبعد عن موضوع انك تعمل ابديت للفلاشه، الحته خطيره ومشاكلها كتير، فابعد عنها، ايه ملهاش لازمه خالص. خلاص بس مش اكتر من كده. عرفنا يعني ايه بايس، من الحاجات اللطيفه اللي من المفروض انك تكون عارفها، ودي الحقيقه هتيجي في اول الكتاب الحقيقه الحته دي، بس انا اجلتها للاخر بعد ما احنا ايه لفينا اللفه دي كلها، قلت اقفلها يعني، ايه غيرت الترتيب خالص. طيب حد عنده اي سؤال شباب، اي اسئله؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا بقى نبتدي في الجزء الثاني. للاسف الشديد الجزء الثاني لو بصيت في الكتاب تقريبا يكاد يكون كوبي بيست لماده الويندوز الحقيقه يعني. انا صراحه لما كنت بدي ده في الدفعات القديمه كنا بنتعرض لمشاكل كتير جدا، منها ان الناس كانت بتشتكي بتقول يعني بتقول لنا يا جماعه انت من نفس المعلومه بناخدها في كذا ماده يعني، في الكلام ما ينفعش. لذلك انا ابتديت واحده واحده اقعد اغير في المنهج، اغير كده في المنهج بحيث ادي حاجات ملائمه وفي نفس الوقت تبقى مختلفه يعني. فاتمنى يعني ان الترتيب اللي انا هعمله ده يكون يناسبكم ويفيدكم قدر المستطاع. حاولت اختار الحاجات اللي تطلع مفيده، وبعض الحاجات انا اكدت عليها تاني برضو رغم التكرار، بس علشان بس احس ان يعني حسيت ان هي من المهم ان هي ان احنا نعيد عليها يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله توكلنا عليك يا رب. اول حاجه، بما ان احنا بنتكلم على مينتننس وادمنستريشن في بيئه الويندوز دلوقتي، احنا نقلنا من الهاردوير للسوفت وير، نظام التشغيل، احب دايما اتكلم على التاسك مانجر، الجندي المجهول المظلوم. عارف كلنا نعرف التاسك مانجر، لكن للاسف معظمنا بي اندر استيميت قدرات التاسك مانجر يعني. كل اللي يعرف على التاسك مانجر رايت كليك وقفل التاسك لما الدنيا تهنج يعني. الحقيقه التاسك مانجر غول، غول كبير في الويندوز يعني. فتعال كده واحده واحده نحاول نوسع مداركنا كده شويه عن التاسك مانجر. انا الكلام ده مسيفه عندي على اللابتوب بتاعي، لان انا مش ادمن على الجهاز هنا في المعهد، فهفرجك عندي من الايه، من تسجيلي انا سجلته في البيت. طيب ده التاسك مانجر اهو بتاعي، بعد ما فتحته طبعا رايت كليك تقول له تاسك مانجر يفتح لك. طيب عايز اعمل ايه؟ هبتدي اروح للكروم وافتح كذا تاب يعني، تاب واحد الثانيه الثالثه. كل ما افتح تابات هيبتدي الجوجل كروم ياخد اكتر في السي بي يو والميموري وكده، منطقي. خلي بالك ان تاسك مانجر اول ما بيفتح يقول لك عندك مجموعه من الابلكيشنز اهي، وعندك مجموعه من البروسيسز، احنا دلوقتي بقينا شاطرين شغاله في الخلفيه،
وكل برنامج من هذه البرامج واخد قد ايه من السي بي يو، من الميموري، من الهارد ديسك، ومن النتورك الباندويث بتاعتك وهكذا. طيب ده اللي احنا ايه الناس عارفاه، رايت كليك على الابلكيشن لما يكون مهنج وتعمل ان تاسك، ودي في حد ذاتها كادمن كارثه. الكلام ده حلو انت قاعد في بيتك، لكن كراجل ادمنستريتور بقى لا مش حلو. ليه مش حلو؟ لان انت ممكن تعمل الكلام ده على سيرفر، الدنيا ماشيه مهنجه. طب انت عايز تخلص يا عم اعمل ايه؟ اعمل ايه ان تاسك ماشي، بس انت ما عرفتش ايه المشكله. ايه المشكله؟ الجوجل كروم ليه عامل كده؟ ليه عامل ايه؟ ايه المشكله بتاعته؟ انت ما عملتش انفستيجيشن، ما حققتش في الموضوع، ما عرفتش تفاصيل. تخلي بالك من النقطه دي. طيب فانا قصدي ايه، تعامل بحذر، يعني لما تيجي تعمل اي اكشن تعامل بحذر. هقول لك هنا حاجه جامده جدا موجوده في التاسك مانجر. على فكره بحب قوي التاسك مانجر. التاسك مانجر في حاجه مثلا اسمها الكرييت دون فايل، وفوق كده بقى معايا وركز بقى معايا، فوق كده معايا وركز معايا. ايه كرييت دون فايل ده؟ بص يا سيدي، طبعا هتصور هتعامل بقى، تعال نعمل ايه سيناريو كده ماشي. تعال نتخيل سيناريو كده معين. السيناريو ده بيقول ايه يا سيدي؟ انت راجل ادمنستريتور ماشي، اللي ماشي. طيب جالي ريكويست من الاتش ار، جالي لينا احنا في الاي تي اهو، كنا تيكت ان في ايشو معين. ايه الايشو؟ بيقولوا احنا بنسسبكت، احنا بنشك ان الموظف اللي اسمه اكس خد البيانات بتاعتنا وباعها لشركه اي بي سي. على تاني، الاتش ار بعت لنا احنا بتاع الاي تي، فبيقول لنا انا شاكك ان الموظف اكس ده خد البيانات وطلعها بره، طلعها بره الشركه. فلو سمحتوا اعملوا انفستيجيشن في الموضوع ده علشان نتاكد الجدع ده عامل الكلام ده ولا ما عملوش. طيب في الحل الامثل ان يبقى في تيم متخصص للسكيورتي عندك في الشركه، ده الحل الامثل. للاسف يعني في معظم الحالات مش هتلاقي الكلام ده كده، فهتلاقي العبء الاكبر حتى في جزء السكيورتي ده دلوقتي، العبء الاكبر على الراجل الادمنستريتور بتاع الصيانه وبتاع، هو اللي يعمل كل حاجه. يعني ذلك بتاع الادمنستريشن الحقيقه، بتاع المينتنس والادمنستريشن، هو مش بس لازم يكون فاهم في نظام التشغيل في الويندوز ده، هو لازم كمان يكون فاهم الحقيقه في الويندوز سيرفر، ولازم يكون فاهم في النتوركينج، الماده اللي انتوا خدتوها ماده مهمه جدا، ولازم يكون فاهم في السكيورتي. خلاص بقت باندل مع بعض، مفيش حد هيشتغل في الرول بتاع المينتنس ادمنستريشن غير ما يكون عنده شويه حاجات كده مع بعض. خلاص؟ جميل. طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ خلاص انا جالي الريكوست خلاص من الاتش ار، بقى من حقي ان انا ادخل اقعد على الجهاز هذا الموظف واعمل انفستيجيشن خلاص بشكل اوفيشال. خلاص انا جالي الطلب بشكل رسمي، فابتدي انا شغلي بقى. طيب عندك حاجتين لما تروح لجهاز الراجل ده، يا اما تلاقيه مفتوح يا اما تلاقيه مقفول. يا اما تلاقيه مفتوح يا اما تلاقيه مقفول. لو لقيته مقفول للاسف يبقى ما عندكش الا حل واحد، انك تتحصل على الهارد ديسك. لكن لو لقيته مفهوم مفتوح، فانت عندك كده فرصه ذهبيه انك بس مش بس تاخد هارد ديسك، ده انت كمان عايز تتحصل على الرامات. الرامات ايه؟ البرامج اللي شغاله فيها. تبص على الرامات نفسها ايه اللي موجود فيها. فاهمين الفكره؟ يعني لو الجهاز مقفول الهارد ديسك فيه بيانات، فانا عايز اخد البيانات دي. لو الجهاز مفتوح عايز اخد الهارد ديسك، وعايز اخد كمان الايه؟ المعلومات اللي على الرام. اتفقنا؟ جميل. فاللي بيحصل ايه؟ ان احنا بناخد الهارد ديسك ده بنعمل له حاجه اسمها، هي بقى ده بقى بيت القضيه القصيد. بنعمل له حاجه اسمها الدومبنج.
يعني ايه دومبنج؟ اعمل لي نسخه طبق الاصل من الهارد ديسك ده. طب يا عم تعمل كوبي بيست، قال لك لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ما فيش حد هيعتد بيه ولا يعترف فيه. لو انت عملت كوبي بيست من نفس الملف كوبي بعدين الناحيه الثانيه بيست، الحقيقه ده ملف وده ملف تاني خالص قدام القضاء وقدام اي لجنه قدام اي حاجه تانيه. ليه؟ لان كل ملف يبقى ليه حاجه اسمها الميتا ديتا. ميتا ديتا مع معلومات الملف، معلومات الملف من ضمنها تم الانشاء امتى، اخر تحديث امتى. لما بتعمل كوبي بيست المعلومات دي بتختلف وتتغير. لذلك في تولز متخصصه في عمل الدامبنج ده، في تولز متخصصه تعمل ايمجينج، يعني حاجه اسمها كده الايمجينج، زي حاجه اف تي كي مثلا، ايمجر ده تول متخصصه في الموضوع ده، او الان كيس تول متخصصه في الموضوع ده، كل دي تولز متخصصه في الكلام ده، او الاوتوبسي تول بفلوس وده من غير فلوس. خلاص اوتوبسي ده على فكره شغال كمان لينكس، لو انت شغال، لو حد شغال لينكس شغال لينكس خلاص. والناس اللي شغاله لينكس، احنا المفروض دلوقتي بنعمل ديتكت لحاجه ويندوز مفيش مشكله، الناس اللي شغاله لينكس ممكن اصلا بدل الهرمه دي كلها في امر جميل قوي اسمه الدي دي في اللينكس، يعمل الحركه نفس الحركه دي، يقول له بالامر الدي دي ده، يقول انا عايز اخد صوره من الهارد ديسك، كابشر لي صوره من غير لا تولز بقى ولا بتاع، هو الدي دي ده يعمل لك الكلام ده كله. خلاص بالنسبه للرامه انت برضه المفروض تعملها كابشنج في حاله ان هي كانت مفتوحه. ففي تول اسمها فولاتيليتي، ودي بفلوس تعمل لك الحركه دي. يعني الموضوع كله موضوع تولز، يعني موضوع تولز. فغالبا بما ان انت مش متخصص فغالبا انت هتقف على الحته دي حضرتك، ان انت تتعامل بامر الدي دي اخرك في اللينكس يعني، وكتر خيرك الموضوع كبر عن كده يبقى ساعتها محتاج ان انت كاداره تكونتاكت حد من بره سكيورتي اكسبرت يعمل لك، يعمل اكويزيشن بشكل احترافي اكتر. لكن على الاقل ايه انا بتكلم الاساسيات، تكون عارف ايه الدنيا، ايه الموضوع، تقدر تهندل لغايه فين. بعد كده لا الموضوع كبر عن ايدينا فاحنا محتاجين حد متخصص، دي الفكره يا جماعه. جميل. طيب ده الدي دي بتاع اللينكس، ده في اللينكس يا جماعه مش في الويندوز. استخدمه في ان انا اعمل دامي للهارد ديسك بتاعك حتى اللي عليه ويندوز، نظام تشغيل ويندوز، مش قضيتي، ماليش علاقه. امال ايه ده بقى؟ قال لك بص ده هيعمل دامبنج برضه، يعني هيعمل اكويزيشن للرامه، بس الحقيقه مش الرامه كلها. هيعمل اكويزيشن لحته صغيره من الرامه اللي بتحتوي البرنامج بتاع الجوجل كروم فقط. ده لو انت شاكك، انت شاكك ان في مشكله هنا وعايز تشوف هو الجوجل كروم ده بيعمل ايه في الرامات، هل ده في فيروس مثلا هو اللي بيعمل المشكله دي، او دوده او ورم او كده، الكلام ده هنشوف تفاصيل الكلام ده ولا ايه بالظبط، ايه البروسيسز اللي موجوده، بينادوا على بعض ايه في ايه. فممكن ساعتها اجي رايت كليك على الابلكيشن اللي انا عايزه واقول له كرييت دام فايل، انا عايز دام فايل بس مش للرامه كلها، لمين؟ للبرنامج ده فقط تحديدا. بس هي ثانيه تك يقول لك خلاص حطيته لك في الحته الفلانيه، تاخده وتفتحه انت بقى باي تول. بس غالبا معظم التولز دي بتبقى شغاله لينكس يعني. طيب وكان معتاد في حاجات اوبشنز ظريفه، ان انت تيجي على اي واحد برنامج فتقول له وريني هو موجود فين في الايه، في الكمبيوتر زي اوبن فايل لوكيشن، فتعرف ان الكروم موجود في الحته دي مثلا، اوبشن لطيف يعني. طيب ايه بقى جوتو ديتيلز؟ تعالى كده ونروح الديتيلز او نروح البيانات. بشان لما فرحت الكروم فتحت فيه كذا تابه، ما هي كل واحده منهم عباره عن بروسيس، هيبتدي بقى البروسيس تبان هنا. شوف 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 مثلا ازاي بروسيس اي دي، يعني مش بروس يعني مش حاجه واحده، لا ده هو كذا بروسيس، بروسيس اي دي. يا ترى انت لما عملت رايت كليك ورحت قافل الابلكيشن انت ما عرفتش اني تابه اللي عامله المشكله، اني بروسيس في الكروم اللي عامله المشكله، كنت المفروض تدخل في الديتيلز وتبتدي تحلل يا ترى دي اللي عامله المشكله ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي، ايه المشكله عندك فين؟ خلاص؟
يبقى دي الديتيلز، وادي البروسيس اي دي اللي تبع كل بروسيس فيهم، والستاتس طبعا هو شغالين، ومين الراجل او مين السيرفيس المقومه. يعني هنا مثلا ايه ده انا، انا كان اسمي ايه، فبتعرف ان فلان هو اللي مقوم السيرفيس دي او مقوم البروسيس دي. بص بقى دين دول حلوين قوي. في هنا لو عملت رايت كليك في الديتيلز عندك هنا حاجتين، عندك حاجه اسمها سيت بريوريتي وعندك حاجه اسمها سيت افينيتي. سيت بريوريتي، خلي الكلام ده يعني مهم للناس الادمنستريتورز، سيت بريوريتي وسيت افينيتي. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انا مشغل 20 30 برنامج على السيرفر، ماشي، وفي لحظه معينه في ابلكيشن بقى مهم جدا 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 جدا، فعايز اديله اولويه في التنفيذ. مش احنا بنقول ان السي بي يو بيلف على كذا برنامج، يقعد يلف من هنا بعدين على البروسيس دي بعدين دي بعدين بعدين بعد. وياخد اللفه ويرجع تاني الاولاني، بس بيلف عليهم يفترض بصوره عادله، حاجه طريقه كده بيسموها الراوند روبن، طريقه كده لللف، طريقه عادله جدا في توزيع الوقت على كل الايه البروسيسز اللي هو هيشتغل معاها البروسيسور. جميل، بس انا مش عايزه يتعامل بطريقه عادله ولا حاجه، انا عايز بروسيس معينه تاخد وقت طويل جدا، يعني تاخد وقتها على حساب الباقي الاقل اهميه. فساعتها رايت كليك على سيت بريورتي وتقول له بقى لا اديها اباف نورمال او هاي او ريل تايم، يعني انا مش عايز احس باي ليتنسي، اي تاخير، حتى لو على حساب كل البروسيسز الثانيين، ان شاء الله توقف في ده خالص، بس انا عايز يبقى ريل تايم. تخيل ريل تايم يعني في لحظتها هيتعمل. فانت لو انت عندك بروسيس عايز تديها اولويه من هنا. طيب تاني مش هتبان لي هنا في ما عملتهاش. في عندك هنا حاجه اسمها السيت افينيتي. اللي حصل التالي ان السي بي يو بتاعي اللي انا مركبه في الـ في الـ في الـ في المذر في المذر بورد في اللابتوب جواه اربعه كورز، يعني الكور الاولاني التالي اربعه. في اربعه كورز، تهيألي اربعه كورز. جميل؟ طيب جميل. فالاربعه كورز دول يفترض ان البرنامج او البروسيس تتوزع عليهم بشكل عادل. يعني ربع البروسيسنج بتاع مثلا هتصور ان البروسيس دي عايزه ثانيه عشان تشتغل، فربع ثانيه تشتغل على الكور الاولاني، ربع ثانيه على الكور الثاني، ربع ثانيه على الكور الثالث، ربع ثانيه على الكور الرابع. ده يفترض. انت في السيت افينيتي ممكن تعمل حاجه جامده جدا. ايه هي؟ ان انت تقوله لا انا عايز البروسيس دي تحديدا تشتغل على البروسيسور الاولاني والرابع، لا الثاني ولا الثالث. ده اسمها السيت افينيتي. فتربط، هتقول له لا انا بدل ما اوزع زي ما انت عايز، لا ايد لي، حط تقييد ان البروسيس دي تشتغل على البروسيسور الاولاني والسابع وال12 حسب عدد البروسيسورز الموجودين عندك في السيرفر بقى. ده اسمها سيت افينيتي. وعلى فكره الحته دي مهمه جدا، علشان دي بتعالج الخناقه ما بين الناس الديفلوبرز والناس الادمنستريتورز اللي هو احنا. يعني انت مثلا دلوقتي عندي ويب سيرفر، فجالي تاسك من الديفلوبر عمل ابلكيشن بالاس بي دوت نت، عمله بالجي اس بي، عمله بالاباتش، عمل اي حاجه. فانا برفع على السيرفر بتاعي يكون وليكن اي اس اللي هو الويب سيرفر بتاعي، فمديني حاجه قال لي يا دكتور حطها لنا، فاخدت البتاع ورفعته بتاعه. الناس ابتدت تشتغل، وبعد شويه جات لنا شكوى ان السيستم بطيء جدا جدا جدا. فبعت للتيم بتاع الديفلوبر بتاع الديفلوبرز، فقال لي احنا مالنا مشكلتكم انتوا في الادمنستريشن ازاي يا عم؟ قال لك اه احنا ما هو الابلكيشن شغال اهو، البطء ده من عندكم انتوا. فبتبتدي الخناقه، الادمنستريتورز يقول لك لا ده في مشكله في الابلكيشن، والديفلوبرز يقول لك ده في مشكله في الادمنستريشن، احنا مالنا. طب ايه الحل بقى؟ من ضمن الحلول ان انت تدخل هنا وتشوف هل في مشكله في كل بروسيس ولا مفيش. يا ترى هل البروسيس متوزعه بالتساوي على كل البروسيسورز، ولا ان في بروسيس معلقه على بروسيسور بعينه؟ يعني 70% شغاله على بروسيس 1 و10% على الثاني و10% على الثالث و10% على الرابع. لا، يبقى دي مشكله الناس بتاعت الديفلوبمنت. تقول له لا لو سمحت انا عايز اعمل البرنامج بصوره ان هو بيتوزع بالتساوي على كل البروسيس، على كل البروسيسورز اللي عندي. دي حاجه بنسميها بير بروجرامنج، دي لايبرري بيستخدموها في الكود ايا كان سي شارب ولا جافا ولا بتاع، عشان تتاكد ان الكود هيتوزع بالتساوي كلود كحمل على كل
على كل البروسيسز اللي عندي. انا بتكلمش في حاله ان انا عندي سيرفر 4. يعني ايه سيرفر 4؟ انا ممكن كل ابلكيشن تقيل فمحتاج كذا سيرفر، فاجيب سيرفر جنب سيرفر جنب سيرفر جنب سيرفر، تبقى عندي 4 سيرفر بيخدموا على نفس الابلكيشن. مسؤوليتي انا في الادمنستريشن ان اللود على السيرفر الاولاني زي الثاني زي الثالث زي الرابع، دي عندي انا دي. انا ما بتكلمش في كده، انا بتكلم ان في نفس السيرفر الاولاني السيرفر نفسه في مجموعه من البروسيسورز. يفترض ان الديفلوبر لما اداني الابلكيشن اللود على البروسيسورز دول يبقى تقريبا قد بعض. فاهمين القصدي؟ طيب دي السيرفيسز، ودي احنا بنحتاج السيرفيسز دي لما يكون السيرفر تقيل، لما يكون عندك او لما يجي العميل يقول لك يشتكي لك ان الكمبيوتر اول ما بيقوم بيقعد 3 4 دقايق، ساعتها محتاج تروح حتتين، حته اسمها الستارت اب عشان تشوف ايه البرامج اللي بتقوم في الاول، وحته اسمها السيرفيسز علشان تشوف ايه الخدمات اللي بتقوم عند الراجل ده في الاول، وتبتدي تشوف هل الخدمات كلها اللي بتقوم في الاول ليها لازمه ولا ملهاش لازمه، ممكن لما اليوزر يحتاجها هو يقومها بنفسه. يعني ويندوز سيرش انا ممكن اقفله ده وخليه هو ايه لما يحتاجه يقومه، فده يسرع شويه وهكذا. فتبتدي تشوف اللي ملوش لازمه تبتدي تقفله، تعمله ستوبينج وتخليه ستوبت، بحيث هو اليوزر يدخل وبعد كده وهو شغال ويستخدم السيرفيس فيقومها. لكن في الاول ان يبقى كله راننج كله راننج كله ده بياخد وقت، هيستغرق فعلا، هتقوم بعد كذا دقيقه لان انت مقوم عشرات 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 السيرفيسز زي ما عندي كده. طبعا عشان المكنه بتاعتي بستخدمها في الديفلوبمنت فعندي سيرفيسز بالعبيط يعني. بس وعندك ممكن هنا اللينك بتاعت اوبن سيرفيسز عشان اوديك صفحه السيرفيسز الرئيسيه يعني لو انت حابب. فهو الحقيقه التاسك مانجر منفذ على كل حاجه. هنا تقدر تشوف اليوزرز كلهم اللي داخلين على جهازي، وممكن ابني يكون قاعد على اللابتوب ومشي ما قفلش الاكونت بتاعه، بس عمل لوج اوف، بس عمل سويتش يوزر، مثلا عملت سويتش يوزر ودخلت بالبتاع بتاعي يعني. خلاص بتقدر من هنا تدخل على الاكونت وتغير الباسورد وبتاع وكده يعني. طيب احيانا بتيجي لنا شكوى ثانيه يتفتح ايشو لينا احنا كناس بتاعت مينتننس، يقول لك والله يا فلان انا عندي مشكله. ايه عامل مشكله؟ الكمبيوتر بتاعي تقيل. انا ما اتكلمش في الوقت اللي يقوم فيه، لا، وانا شغال تقيل عندي مشكله، الكمبيوتر عندي شاف تقيل وبتاعه. من ضمن الحاجات اللي انت عايز تبص عليها لما اقول لك تقيل، انا عايز اشوف الراجل الاتيتيود بتاعه ايه، يعني هو بيعمل ايه؟ بيشتغل في ايه؟ ليه تقيل يعني؟ صحيح انا بصيت في الاول على السيرفيسز اللي عنده، بس النقطه الثانيه ايه الاتيتيود بتاعه؟ الراجل ده بيعمل ايه بالكمبيوتر؟ فعندك هنا التابلت بتاعت الاب هيستوري بتوريك الفتره الاخيره اليوزر ده كان بيعمل ايه بالكمبيوتر بتاعه. فلو لقيت معظمه على الفيسبوك ولقيت معظمه على اليوتيوب ولقيت معظمه على بتاع، تقول له روح العب بعيد يعني، انت كده بتهرج، انت اللي ايه مستنفذ بتاعه، ومعظمه داونلودز هو بيعملها وبرامج وبتاع وموفيز وتيفيز وحاجات كده، اقول له سولوتير، يبقى دي مشكلته هو، وانت اصلا مضيع ايه؟ انت مضيع الريسورسز بتاعت المكان. فمين الفكره في الاب هيستوري ده؟ ظريف جدا، مش عشان تتجسس على اليوزر لا سمح الله، بس علشان انت تعرف الاتيتيود بتاع اليوزر. انت دلوقتي بتشتكي شكوى معينه، ما انا لازم ابتدي اعمل انفستيجيشن واشوف انت بتشتكي من ايه. فانا بصيت كده خلاص عرفت شكوتك، انت عم انت بتهرج اصلا. خلاص؟ طبعا ممكن اردت كليك وايه او اي واحد منهم. ده اللي كنت اقول لك عليه في الستارت اب، بنشوف مش بس في السيرفيسز، بنشوف ايه البرامج اللي بتقوم معانا في الاول. لو في برنامج ملوش لازمه انه يقوم في الاول ممكن اجي اقف عليه واعمل له ديسيبل من هنا، فيسرع لي الوقت اللي الكمبيوتر بيقوم فيه. كل ده يسرع، خليه ديسيبل، اعمل ديسيبل وانيبل طبعا ايه كما يطرا لي زي ما انا عايز. وده البرفورمانس مونيتور، انا بشوف هنا معلومات عامه عن السي بي يو، معلومات عن الميموري، عن الهارد ديسك، معلومات عن الشبكه الواي فاي بتاعتي. فهنا مثلا انا شايف ان انا مستخدم 6% من السي بي يو، سرعه السي بي يو كذا،
انا عندي سوكت واحد، يعني ما اقدرش اركب على المذر بورد الا سي بي يو واحد، جواه اثنين كورز، كل كور شغال بروحين، فاثنين في اثنين باربعه. فاكرين الكلام ده بتاع اول محاضره؟ الكاش ال 1، كاش ال 2، كاش ال 3، وشغال على الكمبيوتر من بقالي كذا، مش عارف ايه ده، يوم باين 14 ساعه حاجه كده يعني. خلاص، وادي معلومات عامه عن الايه؟ عن الكمبيوتر بتاعي. ده السي بي يو. لو عايز معلومات اكتر عن السي بي يو، انا ممكن اروح رايح للريسورس مونيتور. طب بص بص بص، هنا هتلاقي ايه؟ عدد البروسيسز اللي موجوده 72 بروسيس. على فكره البروسيس دي جواها حاجه اصغر منها، اصغر منها بنسميها الثريد. حاجه اصغر منها اسمها الثريد. خلاص؟ بروسيس، عندك دايما حاجه اسمها بروسيس وحاجه اسمها ثريد. طبعا ده انتروداكتوري كورس، يعني لو في بقى مزيد من التفاصيل هيبقى بعد كده في حاجه اسمها ندخل في حاجه اسمها الثريد. يعني لما كنت عايز تعمل انفستيجيشن لبروسيس تحديدا، زي ما انا عرفت ان انا عندي جوجل كروم واخد بروسيس 1 و2 و7 و10، انا ممكن اروح البروسيس 10 وافتحها واشوف الثريدز اللي موجوده جواها ايه، واشوف اني ثريد اللي عامله المشكله. يعني مش بس اني بروسيس، لا، وجوه البروسيس دي اني ثريد اللي عامله هذه المشكله. بس فده بحر، يعني بحر طويل، يعني بحر كبير. بس للاسف مفيش تول نازله مع التاسك مانجر تخليك تفرجك على الثريدز دي. خلاص، بس يعني بس معلومه جانبيه حابب انا اقول لك. طب وبعدين لو انا عايز افتح بقى، مش بس اتفرج كده على البروسيسز، انا عايز اتفرج على الثريدز نفسها، ساعتها في حاجه اسمها السيس انترنالز. انا كده افرجك عليها. تنزل حاجه فري في الكوميونتي، معروف قوي، حتى بتحبها قوي مايكروسوفت، وبتريكومند ان كل ادمنز ينزلوها، حاجه اسمها السيس انترنالز. اهي ويندوز سيس انترنالز، كميه بقى حاجات انت مش متخيلها. يعني من ضمنها في حاجه اسمها بروسيس يوتيليتيز، عندك البروسيس، عندك حاجه اسمها بروسيس دمب. فين؟ اهي بروسيس دمب والبروسيس اكسبلورر والبروسيس مونيتور، يشرحوا لك البروسيس، يفتحوا لك تشوف الثريدز اللي موجودين جواهم. بتنزل اي واحد منهم وتشغله، كليك تشغله وخلاص، خلصت الدنيا على كده، تتفرج عليه. خلاص، خلي اكتب بس النوت دي عندك علشان تقدر تدخل على جوه البروسيس، تتفرج على تفاصيل البروسيس نفسها. بتحتاج تنزل حاجه اسمها السيس انترنال، دي فري، يعني ايه؟ زي ما انت شايف على موقع مايكروسوفت نفسه، يعني فما فيهاش مشاكل يعني. وادي تفاصيل عن الميموري، ايه اللي مليان وايه اللي فاضي. اوكي، طبعا السودم احنا قلناه علشان ده لابتوب، فبنسميه سودم الرام الصغننه. معلومات عن الهارد ديسك، معلومات عن الواي فاي، تقدر هنا تجيب الاي بي بتاعك، اسهل طريقه تجيب بيها الاي بي، والاي بي فيرجن 6 لو عندك، اي بي فيرجن 6 اهو نازل عندك، المفروض الكلام تكونوا خدتوه في النتوركينج، اي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6، الاس اس اي دي موجود عندي، وده طبعا 802.11n عشان ده واي فاي. لو رحت للريسورس مونيتور هتلاقي بقى معلومات مش على مستوى بقى السي بي يو، معلومات على كل بروسيسور جوه، احنا قلنا السي بي يو فعل فيزيكال جواه مجموعه من الكورز، كل كور منهم انا عندي كام؟ اربعه، مش احنا قلنا اثنين، كل واحد شغال كانه اثنين فكانهم اربعه. فالمعلومات عن الاربعه بقى واحد واحد. اي بص، الاولاني الثاني الثالث الرابع اهو. فبقول لك لما يكون عندي مشكله مع راجل الديفلوبر بفتح هنا اراقب، يفترض ان الاربعه كريفات دول يبقوا مش شبه بعض قوي قوي. لو ما طلعوش شبه بعض يبقى في مشكله هو عنده في الديفلوبمنت، مشكله مش عندنا. اوكي، طبعا وادي مجموعه البروسيسز اللي شغاله، يعني تفاصيل لطيفه. يعني تالي لو اول مره تشوف الكلام ده يعني تحس ان تتخض، بس هو موضوع لطيف يعني. انا بس المطلوب انك تبتدي تبص للحاجه بشكل مخالف عن اليوزر العادي، مش كل حاجه تاخدها بشكل سطحي. لا، ده انا شايف فيه اكتر كتير من اللي انا شرحته كمان، بس يعني
كمرحلة أولى معقول جدا. التاسك مانجر من الحاجات التولز اللي بحب دايما أتوجه لها في الأدمنستريشن في الأول خالص، لو في مشكلة دايما بستخدم التاسك مانجر لأن في تولز كتير متجمعة. طيب حتى هذه اللحظة حد عنده أي سؤال؟ أي أسئلة؟ الناس فاهمة؟ ما هو الناس ما عندهاش أسئلة، لا إما هي فاهمة لا إما الناس ما عندهاش أسئلة، لأن يعني كل سنة طيب الدنيا إيه ما تمام. طيب عظيم واضح. طيب الحمد لله. أوكي ماشي عظيم. طيب بص بقى، في عندي لان انا هبتدي اتكلم بقى عن الفيروس والانتي فيروس في الويندوز وكده، لان دي حاجه مهمه قوي قوي. ففي عندي مصطلح مهم حابب ان انا اناقشه كده معاك، حاجه بنسميها ديفنس ان ديبث، او ليها طريقه تانية ديفنس تاني، ديفنس ان ديبث او layers of security. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي يفترض بما ان انت خدت قطعت شوط في النتوركينج، فيفترض ان يعني تكون متفهم الموضوع ده. لما تكون عايز تحمي الشبكه بتاعتك بتحط فاير وول، صح؟ طيب عايز تحميها اكتر واكتر ممكن تحط الحقيقه اكتر من فاير وول. انت ممكن تحط فاير وول اولاني وتحط فاير وول تاني، يعني انا ممكن اعمل حاجه كده. يعني انا ممكن يكون عندي ادي شبكة الانترنت وليكن يعني اوكي، وادي يا سيدي عندي هنا مثلا هتوصل من الناحية بتاعتي على المعهد الادارة الاي بي اي، معهد الادارة عندي هنا في السيرفر الويب سيرفر او موقع المعهد، يعني اكن هي موقع المعهد موجود على الويب سيرفر ده، الويب سيرفر اهو بتاعي. بس يفترض ان الناس اللي جايه من بره دي من النت عندها القدره ان تدخل 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 على الويب سيرفر. جميل، بس انا لازم احمي الويب سيرفر بحاجه، فبنحط هنا فاير وول. بحيث اللي داخل لازم يعدي الاول على الفاير وول قبل ما يروح رايح على الويب سيرفر. جميل، ورا الويب سيرفر ده موجود انا، يعني انا موجود في معهد الاداره اهو هنا في المكتب بتاعي، انا موجود اهو. طيب معهد الاداره عايز يحميني انا بقى كمان ليه؟ عشان مش اي حد يهاك عليا، يدخل كده 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 داخل انا الاول، يدخل على بقيه الشبكه، ما هي شبكه بقى، ما انا كمان متوصل بهذه الشبكه، يعني ما انا كمان عارف ادخل على موقع المعهد على فكره، فاحنا كلنا في الشبكه متوصلين مع بعض. طيب فالمعهد عايز يامنني عشان مش حد يدخل 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 كده عندي، فيعمل ايه؟ يقول لك بص انا هعمل حاجه جامده جدا، الناس اللي جوه دي الناس اللي جوه دي انا هامنها بفاير وول تاني كمان. يبقى كده في كام فاير وول؟ اتنين فاير وول، بحيث عشان حد يهاك على الناس اللي جوه عندي ده لازم يعدي على الفاير وول الاولاني ويعدي على الفاير وول الثاني. خلاص؟ فده مزيد من الامان للشبكه الداخليه، بينما الويب سيرفر انا عايز الناس اللي جوه والناس اللي بره يتعاملوا معاه، فهو متامن بفاير وول واحد بس. لحد هنا الكلام ده عظيم. لحد هنا الكلام ده عظيم. الفكره دي بنسميها الريبليكيشن. بدل ما يجيب فاير وول جبت اثنين فاير وول بس، وده بيضعف ده كويس بس بشرط، علشان يبقى فعال وليه معنى لازم الكونفجريشن اللي هنا يكون مختلف عن الكونفجريشن اللي هنا. ويا سلام لما يكون ده شركه وده شركه، يعني يا سلام لو ده مثلا سيسكو جاب انت مثلا الاي سي اي بتاع سيسكو او الفاير باور مثلا، الفاير باور، وهنا جايب مثلا حاجه تبع هواوي مثلا،
فانت كده عملت حاجه تانية بنسميها الدايفرسيتي او التنوع. ان انت مش بس جايب فرول فرول وخلاص، ده في تنوع. تنوع في ايه؟ تنوع في فيندر، يعني الفيندر ده او البياع ده، البياع ده غير البياع ده. فانا ضمنت ان لو الراجل الهاكر ده فاهم في سيسكو ممكن ما يبقاش فاهم في هواوي، فمش هيعرف يدخل عندي وهكذا. طيب هو ما ينفعش يبقى سيسكو؟ لا ينفع، بس بشرط الكونفيجريشن هنا او الاعدادات هنا غير الاعدادات هنا. يعني تخيل لو الاثنين دول سيسكو ونفس الموديل ونفس اليوزر نيم والباسورد، في الحاله دي انت فعليا عندك كام فايرول؟ واحد. فانت عندك حاجتين مهمين قوي بيعملوا مع بعض، ان في ريبليكيشن. يعني مثلا ممكن اكون عندي اثنين ويب سيرفر، واحد منهم شغال بحيث لو واحد وقع تاني يشتغل. انا بعمل كده ريبليكيشن، انا عايز ايه؟ واحد يشيل واحد. وعندي مبدأ مهم جدا اسمه الدايفرسيتي، التنوع. وده شيء مهم، خلاص. ده اسمه لايرز. انت كده بتحط لاير هنا، في لاير الاولاني في لاير تاني، ما بقاش عندك خط دفاع وحيد. ان يكون عندك خط دفاع وحيد، ان انت عندك فاير وول واحد، دي كارثه. ليه؟ اللي هيقدر يدخل على الفاير وول ده دخل على كل حاجه، دخل على ويب سيرفر ودخل على الشبكه الداخليه وعمل، فده بيسميه سنجل بوينت اوف فيلير. يعني ايه سنجل بوينت اوف فيلير؟ يعني لو الهاكر دخل هنا خلاص هو استولى على كل حاجه في الدنيا، دخل يمين وشمال وفوق وتحت وتحت، فكارثه كارثه. فاحنا قدر المستطاع بنحاول نبعد عن البوينت اوف فيلير دي، سنجل بوينت اوف فيلير، حتى مش على مستوى التكنولوجي بس، على مستوى حتى الانسانيات، على مستوى الاشخاص. يعني مثلا ما ينفعش الشركه بتاعتك يكون انت عندك في ادارتك واحد بس عنده المعلومه دي، بحيث لو الراجل ده مات او مرض او مشي ما في شغل يقف. ما ينفعش ده، على طول المدير لازم يتحاسب. ده مدير فاشل، مدير فاشل. لازم لما يكون المدير انا مأمن شغلي بحيث ان انا ضامن ان البروسيس على الاقل في اتنين عارفينها، بحيث لو واحد حصل له حاجه تاني يشتغل. لكن لو البروسيس عند واحد فقط، طب وبعدين؟ فده شيء مهم دايما لازم تفكر فيه. ده بنسميها layers of security او ديفنس اند ديبس، او الدفاع العميق. يبقى في عمق في الدفاع، عمق في الدفاع. ونبعد دايما عن فكره السنجل بوينت اوف فيلير عشان دي كارثيه طبعا. جميل، نبتدي بقى. طب انت دلوقتي تعال نبتدي بحاجات عبيطه، حاجات بسيطه. يعني ابسط حاجه ان انت عندك مثلا الشبكه بتاعتك وعايز تنزل انتي فيروس على الاجهزه بتاعت الناس، او يا سيدي في بيتك عايز تنزل انتي فيروس. طبعا في عشرات الانتي فيروس اللي انت ممكن تنزلها. تعال ناخد مثال بسيط، ومثال انا بحبه الحقيقه، اللي هو الانتي فيروس الافاست. ميزه الافاست بالنسبه لي لغايه على الاقل اخر سنتين انه خفيف جدا على الجهاز، خفيف جدا. هو مش احسن حاجه في السوق بس هو خفيف جدا. منه نسخ كتير، في منه فري بس مش حاجه كامله، وفي حاجات تانية باغلى شويه فيها فلوس يعني. فانا هجرب لك هنا الديمو اللي ببلاش وشغال كويس مش وحش يعني. ده الافاست لما بيفتح بقى بالمنظر ده، فبتقول انا عايز اعمل سكان. سكان ليه بقى؟ سكان ليه؟ سكان للفيروس، عايز اشوف في فيروس ولا لا. هوقف هنا شويه بما ان احنا برضو ناس تحت مينتننس وبتاع صيانه وادمنستريشن، فانا افكر يعني ان احنا لازم يكون في علمنا اعلى من علم الناس العاديه يعني. دلوقتي بتقول لي فيروس، يعني ايه فيروس؟ وفي مصطلح تاني شهير اسمه الدود او الورم. ايه الفرق بينهم؟ عشان ناس كتير ملاحظ حتى في الكوميونتي بتاعتنا كناس ادمنستريتورز وبتاع ملخبطين بين الاثنين جامد. ايه الفرق؟ ايا كان ده او ده، اي برنامج مضر من دول بيبقى ليه اسم كده بنسميه المالوير. كل الحاجات دي، البرامج التعبانه دي للهاكرز بيعملوها
علشان يخترقوا او علشان يؤذوا البتاع ويتحصلوا على بيانات او يوقعوا الاجهزه، كل ده تحت امبريلا او عباءه كبيره بنسميها المالوير. كلمه مال، مال دي فرنساوي، لك جو سوي مال، واحد حالته سيئه، يعني جاي منها كلمه مالاد، مريض. مال حاجه سيئه، حاجه باد، حاجه وحشه. وير دي يعني بيتكلم على سوفت وير، سوفت وير اللي هو اللي فيه مشكله، المضر، فيه مشاكل. تحتيها بقى عشرات الحاجات. فخلينا نبتدي بالفيروس والورم. فلما نبتدي نتعرف على الفيروس والورم، الفروقات تبتدي تبان ما بين الاثنين، ونرجع تاني نكمل الديمو بتاعنا يعني. فتعالى نبتدي بالفيروس. هو الفيروس سموه فيروس ليه؟ عشان شبه الفيروس بتاع البشر، بيمر على 3 فيزز او الثلاث اطوار العاديه. ان بيحصل الانفكشن، العدوى، وبعدين بيحصل الانكيوبيشن، فترة الانكيوبيشن الحضانة، بيحصل فترة الحضانة، وبعدين السيمتومز تبتدي، الأعراض تبتدي تبان. حاجة كده يعني، تبتدي الأعراض تبان. فده الثري فيزز اللي بيمر بيها الفيروس، زي الفيروس العادي، فعشان كده سموه الفيروس. هذا الفيروس له القدرة على الانتشار بشكل عجيب جدا، ولكن الفيروس طفيلي، بيعتمد على هوست، بيعتمد عن حد، ان هو لازق في حد، ماسك في حد، لازم يبقى في حد كده معاه شايله. خلي بالك من النقطه دي، الفيروس كبرنامج طفيلي. ازاي نعرف الفيروس؟ اسهل حاجه تعرف الفيروس، تعرفه بانواعه، تعرف مجموعه الانواع بتاعته، فيبان لك اشكاله المختلفه. في الطفيل العادي اللي هو معتمد ان في هوست جاي عليه، يعني عندك لما يجي فيروس يدخل الكمبيوتر بتاعك، يروح يلف على الهارد ديسك، فيبص على اي ملف اكسكيوتبل، ملف قابل للتنفيذ، فيلزق نفسه مع البرنامج ده، بحيث ان الراجل لما يجي يشغل البرنامج يروح مشغل معاه الايه؟ البرنامج الفيروس. فالاثنين يقوموا مع بعض. عشان كده هو طفيلي متطفل، فهو بيلزق نفسه مع الملفات التنفيذيه في الهارد ديسك، وقادر على انه يقعد ينتشر كده على الهارد ديسك، وحتى بره الايه؟ بره بتاع من خلال الشبكه ممكن يبعت نفسه وحاجات كده يعني. خلاص؟ فهو طفيلي، برنامج طفيلي. والحقيقه ان ده اضعف نوع من انواع الفيروس. اتفضل يا فندم. دكتور مديح معلش، كان عندي اشكاليه بس في النت، فصل ورجعت مره ثانيه. خلاص ما فيش يا فندم مشكله. شكرا. وده عافية فندم، وده ابسط نوع من انواع الفيروس، لو الطفيلي العادي خالص. هينتشر ازاي؟ هيقعد يلف على الهارد ديسك، ويجي على الملفات التنفيذيه، ويلحق نفسه بيها. بعد كده قال لك في حاجه اذكى من كده، انا بقى هقعد الف على الهارد ديسك كله عشان الزق نفسي في الملفات دي؟ لا يا عم، انا عايز الزق نفسي في البوت سيكتور. ايه الكلام ده؟ مش انا قلت لك الكمبيوتر اول ما بيقوم بيعمل حاجه اسمها البوست، يتاكد ان كل حاجه سليمه، وبعد كده وظيفه البايوس انه يشاور على بدايه نظام التشغيل عشان يقوم. نظام التشغيل بدايته دي موجوده في حته في الهارد ديسك بنسميها البوت سيكتور. فالبايوس بيشاور على البوت سيكتور، ليه؟ دي البدايه بتاعت ايه؟ على بدايه نظام التشغيل. فيجي يعمل ايه الفيروس الرخم ده؟ يروح حاطط نفسه في البوت سيكتور، بحيث لما يجي نظام التشغيل يقوم، مين يقوم معاه؟ الفيروس. فهو كده اصلا مش محتاج ان هو يقعد يلف على الهارد ديسك ولا بتاع ولا حاجه، هو اول ما يسيب الجوت سيكتور كل سنه طيب، كل ما تيجي تقوم تقفل وتقوم هيقوم معاك وخلاص على كده. ثانيه واحده. ماشي يا جماعة، فاحنا وصلنا لغاية فين؟
اوكي، فخدنا ايه الهوست العادي، والتاني هو البوت سيكتور اللي بيسيب البوت سيكتور. وممكن يكون ما فيش مانع ان يكون عندك واحد رخم ده وده، يقول لك والله زيت الخير خيرين، فهو يلف على الهارد ديسك على كل الملفات التنفيذيه، وفي نفس الوقت يسيب الايه، يسيب البوت سيكتور، فيبقى الاثنين مع بعض. ممكن جدا، ممكن جدا. طيب من ضمن الحاجات كمان المتاحه انه يسيب الفات فايل، الكلام ده اقول لك هو الهارد ديسك ده يعني نظام، يعني نظام التشغيل شايفه ازاي. اللي بيحصل التالي، اللي بيحصل التالي ان الويندوز بيقوم عندك كده حاجه زي قاعده البيانات، قاعده بيانات كده لطيفه، كانه كده جدول، قاعده بيانات كده لطيفه بيحتفظ بيها في شكل هارد ديسك كايه. يقول لك الملف اللي اسمه كذا 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 موجود على الهارد ديسك في الحته الفلانيه. ده قاعده البيانات بتاعت مين؟ بتاعت الويندوز. قاعده البيانات دي على فكره بنسميها بقى ليها اسماء كتير، في ناس سميها احيانا بقى في تكنولوجيز كتير، كان في فات 12، كان في فات 16، كان في فات 32، 64، ان تي اف اس، حاجات كتير جدا. بس ففي منها تكنولوجيز كتير. المهم بقى في الاخر هي قاعده بيانات، اقول لك الملف الفلاني في الحته الفلانيه، الملف الفلاني في الحته الفلانيه والفلانيه، الملف الفلاني في الحته الفلانيه والفلانيه والفلانيه وهكذا. بحيث لما تكون تعمل دبل كليك على الملف يروح فاتح يقول لك اه ده اللي هنا حاطك، راح مشغله لك. فيجي الفيروس ابن اللذينه ده بدل ما يقعد يلف على الهارد ديسك كله، لا انا هلف هنا بس. اجي هنا اقول له بص لما تيجي تقوم الملف ده قومني انا كمان، لما تيجي تقوم الملف ده قومني انا كمان، ده قومني انا كمان. طبعا بيختار الملفات الايه الاكسكيوتبل، الملفات دول اكسكيوتبل تنفيذيين، فيلحق نفسه بيهم هنا بدل ما يلف على الهارد ديسك كله، بس يسيب الايه، يسيبهم من قاعده البيانات المركزيه اللي فيها شكل كل ملف موجود فيه. فدي احدى الاشكال. من ضمن الحاجات الكم، وده قديم بس قوي جدا الحقيقه، اللي هو في الشاشه السوداء اللي قلت لك بتاعت السي ام دي. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل التالي، نفترض مثلا في حاله الدوس زمان ان مايكروسوفت بتنادي على الملف اسمه 1 اكس اي بعدين 2 اكس اي. المفروض ان عندك مجموعه من الملفات كده مثلا، اتصور خلاص، فمايكروسوفت كاتبه في الكود بتاعها لما انت تيجي بتحمل الدوس ان انت عايز تقوم الملف الاولاني، بعدين عايز تقوم مثلا الملف الثاني، بعدين عايز تقوم الملف الثالث وهكذا. الكود مكتوب كده، يعني انت في الاول عايز تحمل الملف الاولاني. طيب بعدين قال لك بص في هنا مفاجاه قاتله، الملفات الاكسكيوتبل التنفيذيه مش بس الاكستنشن بتاعها اكس اي، ده انت عندك اكس اي وعندك الكوم وعندك الام اس اي ملف تنفيذي، كل دي ملفات تنفيذيه، وفي غيرها كمان حاجات تانيه كتير. وبعدين عايز توصل لايه؟ عايز اوصل دلوقتي انت عايز تنادي على 1 صح؟ طب ما ال 1 ده ممكن يبقى 1.com وممكن 1.exe وممكن يكون 1.msi مثلا. يقول لك بص الاولويه للتنفيذ لل 1.com، الاولويه للتنفيذ لل 1.com ده في حاله ايه؟ ان انت بتستدعي الملف من غير ما تحط الاكستنشن بتاعه، يعني انا ممكن استدعي ملف الصح اللي انا كنت عملت كده، يبقى انا عايز ملف ال 1.exe. لو انا عايز ال 1.com اكتب 1.com، لكن لو انا كتبت 1 بس في الحاله دي بيلف بطريقه معينه، الاول بيشوف هل في 1.com، لو لقى 1.com ينفذه، ما لقاش يروح منفذ ال 1.exe. جميل. دلوقتي مايكروسوفت بتقول له نفذ لي ملف رقم 1 اللي اسمه 1. في الحاله دي انا ما عنديش الا 1 واحد فينفذ ده. مين اللي خد باله بالفكره دي؟ الراجل الهاكر قال لك يا سلام
انا هاجي هنا هزود ملف تاني اسمه one.com. ده بتاع مين؟ ده الراجل بتاع الهاكر. فلما يجي انت دلوقتي عايز تستدعي ملف رقم 1 فمش هتنادي على 1.exe بتاع مايكروسوفت، هتنادي على 1.com بتاع الهاكر. قال لا، وليه الكلام ده؟ لان الكوم ليه اولويه في التنفيذ عن الاكس اي. فكان فيروس رخم جدا جدا. اوكي؟ طب ده الفيروس او امثله على الفيروس، يعني على الفكر بتاعها شغال ازاي. في عندك حاجه تانية اسمها الدوده او الورم. الدوده او الورم، الدوده او الورم هي برضه في الاخر مالوير، بس الحقيقه مالوير فظيع جدا. يعني ايه مالوير فظيع جدا؟ ده انا بعتبره ان ده الكارير. تراك، عارف تراك اللي هي الشاحنه؟ تراك شاحنه. ايه الكلام ده؟ يعني اقول لك تعالى كده ناخد وجهه نظر الناس المؤذيه، تعالى ناخد وجهه نظر راجل ارهابي عايز يدخل على مجمع سكني او مجمع مؤسسه وعايز يدمرها. فهو عايز يعمل ايه؟ الاول عايز يدخل، وبعد ما يدخل عايز يفجر المكان. تخيلين؟ طب جميل، هو مش هيعرف يدخل بسهوله لان في تامين فظيع جدا للمبنى من بره، فهو عايز يجيب شاحنه قويه جدا 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 تعرف تدخله جوه. وبعد ما يدخل يكون عنده قنبله كده يفجرها، فهو عايز يعمل حاجتين، يدخل بعدين يفجر. مين بقى اللي هيدخله؟ الشاحنه القويه دي اللي هي مين؟ الدوده. عشان هي كده هي كارير. خلاص؟ طب وبعد ما يدخل الله اعلم بقى الكارير ده الدوده دي هتعمل ايه؟ في دوده هي جواها الكود اللي هيتنفذ لما تدخل. عشان كده بنقول ان الدوده هي ليها البيلود بتاعها. خلاص؟ ليها البيلود، يعني الكود الدوده نفسها هي بتعرف تنقل نفسها من مكان لمكان، مش محتاجه حد. وده قوتها الاساسيه ان هي كارير. تنقل من هنا لهنا. مش غير الفيروس معتمد على غيره، وهي مش محتاجه حد خالص. خلاص؟ فانت ممكن تجيب الدوده، الدوده بتعمل لك الحاجتين. تدخلك، وبعد ما تدخلك تعمل اكنها البومب يفجرك، اكنها ايه؟ اكنها الفيروس اللي هيعمل هي نفسها، فتعمل الاثنين مع بعض. وفي دوده ثانيه قويه جدا في ايه؟ في ان هي نترك، ان هي تدخلك السيستم، بس هي ضعيفه في اللي بتعمله بعد ما تدخل السيستم. فانت ممكن تعمل فيها حاجه جامده جدا، ايه؟ تشيل الكود بتاعها اللي بيتنفذ لما يدخل السيستم، لما بتدخل. تشيل اللي جواها ده خالص، وتحط بدلها كود تاني بتاع فيروس قوي جدا جواه. يا نهار ابيض، اكنك عارف الاكل لما تيجي بتحشي الاكل حشي، اكنك تحشي حاجه، اكنك شلت الحشوه وحطيت حشوه تانية بالظبط كده. فهي نفسها ترك جامد جدا، والله انت مقتنع بيها كمان في الكود اللي هتنفس بعد لما تخترق. خلاص كان بيها، مش مقتنع؟ شيل البيلود بتاعها، شيل الكود اللي جواها، وحط الكود تاني بتاع فيروس تاني او بتاع مالوير تاني خالص. فبقت جامده جدا. فبقوا الناس دلوقتي يعملوا ايه؟ يختاروا ورم قويه جدا في الاختراق، في ان هي تدخل وبعدين يفتحوا اللي جواها ويحطوا فيروس قوي جدا في التدمير، في القدره التدميريه بتاعته على الجهاز. فيروس او غيره، هنشوف حاجات تانية. فاهمين الفكره؟ فالدودة كارير ليها البيلود بتاعتها، مش محتاجه حد خالص. وتمتاز انك ممكن تشيل اللي جواها وتحط بدلها حاجه مصيبه تانية غيرها. فده شيء فظيع. طيب بناء على الكلمتين اللي انا قلت لهم، تعال نكمل الديمو بتاعنا، الديمو البسيط. طب دلوقتي انت عايز تسكان، هو طبعا بيقول لك سكان فور فيروسز، هو مش هو بس تسهيلا عليك، هو بيسكان المالوير عموما يعني مش الفيروس بس. طيب فانت ممكن تعمل كويك سكان. كويك سكان مش بيشيك في الهارد ديسك، كل الكلام ده تقريبا موجوده في كل في اي انت فيروس يعني. بيسكان الحتت المتوقع المنتظر ان يبقى فيها فيروس على الهارد ديسك فقط. لو عايز تسكان الهارد ديسك كله يبقى محتاج تقول فول سيستم سكان. لو عايز تسكان يو اس بي او اكسترنال هارد درايف يبقى ريموفبل.
لو عايز تختار الفولدرز اللي انت عايز تعمل عليها سكان هتقول سيلكت الفولدر. لو عايز تعرف هل في فيروس موجود في البوت سيكتور ولا لا فتعمل بوت تايم سكان. شايف الانواع المختلفه؟ الكلام ده خلاص كده شرحناه، فمفترض ان الدنيا تبقى اسهل شويه. والسكان طبعا الوقت التنفيذ بتاع السكان حسب حجم الهارد ديسك، حجم الملفات اللي عليها تفرق، تفرق جامد يعني. خلاص انت طبعا لو في مشكله عندك، لو في مشكله في الانجليش فانت ممكن تدخل وتغير اللغه زي ما انت عايز، فمش مشكله. لما بتفتح على فكره مش هتلاقي العربي موجود زي عندي كده، محتاج تعمله انستول او تنزله، تضغط على الزرار ده وتختار بس علامه العربي الاربيك او اللغه العربيه، تقول له اوكي، هتلاقي العربي طلع، هتلاقي العربي طلع مفيش مشاكل. تعمل اوكي هتلاقي بدل لك الانترفيس، هيكسهوا لك ويخلوا لك عربي. عايز تكمل كده ماشي، انا هرجع تاني انجلش واكمل الديمو بتاعي. الدنيا ايه بسيطه يعني، مفيش اختراعات يعني. من ضمن الحاجات حاجه اسمها الاكتيف بروتكشن، هنا بقى تبتدي السيتنجز بتاعتك تحددها يعني. فتقول له انت بتسكان، انت عايز تسكان امتى؟ انا عايز اقول له لما اجي افتح اي ملف انا عايز اعمل له سكان، فتاكد ان انت معلم دي، وتاكد ان انت كمان يا ريت تعمل سكان اول فايلز كمان معلم عليها، عشان بس ما يعملش الدوكيومنتس العاديه، لا كله سكان اول فايلز، اي ملف اعمل له سكان قبل ما تشغله يعني. اوكي، نفس الموضوع بالنسبه للميل. تعالى كده، يفترض ان انتوا الكلام ده خدتوه في النتورك، بس يعني سريعا يعني، الميل لا اما جاي لك لا اما طالع من عندك رايح لحد تاني، فانا المفروض ان انا اسكان الايميل سواء اللي طالع او اللي داخل. فكل حاجه في النتورك ده في الاخر نتورك، لان انت بتبعت داتا من مكان لمكان، من حته للشبكه على حته تانيه في الشبكه، سواء الشبكه الداخليه او الشبكه الكبيره بتاعت الانترنت، هي شبكه. فكل حاجه في الدنيا بقت بروتوكولز عندنا، بروتوكول يعني لغه، ما عشان انا وانت نتكلم لازم دلوقتي عشان تفهمني لازم تكون فاهم لغتي. والله انت بتتكلم لغتين يعني، انت مثلا سي ان دلوقتي بتسمع الانستراكتور انجليزي وانت عربي، ما عندكش مشكله لو انت عارف انجليزي، لكن الطبيعي ان الاطراف المختلفه علشان يفهموا بعض يتكلموا نفس اللغه. علشان الاجهزه المختلفه تبعت تستقبل ميلات لازم يتكلموا نفس اللغه، ده اللغه دي بنسميها البروتوكول. ففي لغه لبعت الميل وفي لغه لاستقبال الميل. وانت بتبعت الميل بتستخدم حاجه اسمها الاس ام تي بي، دي اللغه، وانت بتستقبل لما تستخدم اي ماب 4 او البوب 3. ده الحاجات المتاحه عندك يعني، دول الثلاثه المتاحين عندك. فانا بقول له ايه، انا عايز اسكان عليهم كلهم سواء ده او ده. اوكي، تعال نروح لحته ثانيه. لو رحت ثاني هنا بس المره دي هروح رايح للتولز، ومن الحاجات المهمه قوي السوفت وير ابديتر، انك تعمل ابديت للافيس او الانتي فيروس بتاعك. يعني ايه اعمل بقى ابديت؟ هنا دي بقى نقطه في منتهى الخطوره. ايه الكلام ده؟ انت دلوقتي منزل انتي فيروس، جميل. الانتي فيروس ده المفروض يعمل ايه؟ يجيب بقى الفيروسات دي بقى منين؟ انا فهمت الفيروس وفهمت الورم، هيجيبهم ازاي؟ ولا حاجه. لما بينزل فيروس جديد الشركات الانتي فيروس بتروح فاتحه الملف نفسه بتاع الفيروس ده كود مكتوب، فتاخد نسخه كده منه، خلاص دي البصمه الجينيه او الوراثيه بتاعه الايه، الكود ده هو البصمه بتاعه البرنامج، وفي الاخر ده برنامج يا جماعه، فياخد نسخه الكود مكتوبه ازاي ويحتفظ بيها عنده في قاعده بيانات، بحيث الانتي فيروس لما يجي يشتغل بيكون معاه قاعده بيانات يلف بيها على الهارد ديسك، يفتح ملفها ملف، هل الملف فيه اي بصمه من البصمات اللي قدامه؟ لو لا اي بصمه من البصمات قدامه يبقى كده هو اتعرف ان الملف ده موجود معاه ايه؟ موجود معاه فيروس. فالفكره في منتهى البساطه الحقيقه يعني. بس الوقت يعيبها عيب خطير، ان كميه الفيروسز اللي بتطلع كل يوم والمالوير عموما بقت رهيبه جدا. يعني احنا على مستوى المؤسسه غالبا في المؤسسات المحترمه من ناحيه الاي تي يعني بتاعها، هتلاقي دايما بيعمل ابديت مره مثلا كل يوم. مره كل يوم يعمل ابديت في السكيورتي بالذات يعني. مرة كل يوم كده. وده كافي جدا، أكتر من كده مستحيل، صعب يعني. الدراسات الجديدة بتأكد إن أنت علشان تقدر تحمي المؤسسة بتاعتك تماما
من الفيروسز اللي بتنزل النهارده والساعه دي والثانيه دي، انت محتاج تعمل ابديت تقريبا مره كل 10 دقائق بالكثير، وده مستحيل في حد يعمل ابديت كل 10 دقائق على مستوى مؤسسه، مستحيل. ومن ثم انت مش امن تماما. يبقى الانتي فايروس العادي يا جماعه مش بيأمنني بشكل كامل، انا لا على مستوى البيت ولا على مستوى بشكل مؤسسي كشغلنا، مش مأمننا بشكل تام، لانه معتمد على السيجنتشر، على البصمه. طب والجديد اللي لسه ما نزلوش البصمه، ما جاتش قاعه البيانات، بس هو طيب مش هيعرف يجيبه، هيعمل ايه يعني؟ فاهمين الفكره؟ فبقت النتيجه اللي وصلنا لها ان الانتي فايروس العادي مهم جدا بس مش كافي، مش كافي. طيب خلي النقطة دي في بالك عشان نرجع لها كمان شوية. طيب هكمل. طيب وبعدين نستكمل بقى، وبعدين دلوقتي انت بتقول لي انت فيروس العادي مهم بس مش كافي، طب وايه الحل ايه؟ قال لك بص بقى، في اختراع جديد بقى بالاخر كام سنه اخترعوه، نوع تاني خالص من الانتي فيروس قوته بترجع مش ان هو ما عنده بصمه الفيروس دي، لا 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 لا، بيشتغل بطريقه تانيه خالص. ايه هي؟ هو شغال ملاحظ يعني اوبزرفر كده، واقف كده من بعيد خالص عمال يتفرج على الملفات على البرامج وهي شغاله عندك على طريقه شغلها، لو لاحظ ان في حاجه غريبه يبتدي يشك بقى كده في نفسه، لو لاحظ ان في حاجه حد بيعمل حاجات غريبه يبتدي يزمر، عمل كده زي الفرق الارم اللي عندك اللي هو يولع لو في دخان ولا بتاع، نفس الفكره. هو بس حاسس، هو مش مستريح، هو في حاجه طبعا. ومن ثم دقته اقل طبعا من الانتي فيروس العادي، لان هو ممكن يديتكت ان في حاجه ومفيش حاجه خلاص، بس هو مهم جدا 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 بالنسبه للفيروسز الجديده اللي لسه ما اتعملش ابديت ليها، دي مهمه جدا. من ضمن الحاجات المهمه جدا في الفئه دي برنامج اسمه المايكروبايتس، يا ريت تنزلوه عندكم في البيت حتى. فكرة الكلام ده يعني ينفع ناس متخصصين وغير متخصصين، يعني برضه ينفع هنا وينفع هنا. نازل كده المالوير بايتس وانا عملت له خلاص داونلود. ده ميزته بقى، الميزه الرهيبه برضه اللي فيه انه ملوش علاقه بالانتي فيروس اللي عندك، يعني انت دلوقتي منزل انتي فيروس معين، لا منزله جنب الانتي فيروس، معروف ان انت ما ينفعش تنزل اتنين انتي فيروس في نفس الوقت تشغلهم مع بعض، لا ده يشتغل مع الانتي فيروس بتاعك مفيش مشاكل. خلاص تعالى نتفرج. ده هنا بص كلمه السر، بص 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 كلمه السر هيرستكس. يعني ايه هيرستكس؟ اللي انا قلت لك عليه، اللي معتمد على الاكسبيرينس، الخبره، خبره من خبره الناس اللي عملت هذا البرنامج، حطوا فيه خبره اكنها خبره انسانيه، بحيث اكن ده واحد ذكي بيفكر يقعد كده يبص على البرامج، لما يحس ان في حاجه مريبه ياخد اكشن معين. ده هيرستكس، دي خبره عامله زي بالظبط وانت رايح الشغل، ففي عندك كذا طريق ممكن تمشي فيه، فانت بتحب طريق معين، بس انت فليكسبل، انت بني ادم، لما تلاقي الطريق اتزحم وانت اوتوماتيك بتلاقي نفسك انحرفت عن الطريق ده ورحت على طريق بي او سي او دي بحيث ان الدنيا تمشي. ده كلها هيرستكس في دماغك بتشتغل. نفس الفكره، احنا عايزين ابتدينا ناخد شويه برامج، ده بنسميه اكسبرت سيستم، يعني بندي له شويه خبره من عندنا من كيانك كبشر علشان يقدر يحاكي ذكائنا، ده بنسميه الهيرستكس. اوكي، طب تعالى نشوف برنامج لما يقوم اول فخ هنا، your databases are out of date، الداتابيس بتاعتك قديمه ممكن تحدثها لي، مش انت قلت لي ده مش شغال بالبصمه؟ ماشي، هو قوته اللي انا منزله علشان هو بيشتغل بالهيرستكس، ده حقيقه، مش معنى كده ان هو ما ينفعش يشتغل اكنه انت فيروس عادي، هو واخد ده مع ده، بس الحقيقه ان هو كانت فيروس عادي مش قوي قوي، هي دي الفكره، يعني ممكن الافاس تبقى اقوى، فانا منزله علشان نقطه القوه اللي فيه،
يعني هو كده كده شغال زي انت فيروس، عنده تميز وبتاع، بس نقطة القوة اللي فيه المتميز جدا فيها النقطة التانية الهيرستكس. اوكي، لو عملت فيكس نام عشان بس يابديت الداتابيز، لو انت حابب الجزء الاولاني او الشق الاولاني لكنه انت فيروس عادي، سكان ناو طبعا حسب الوقت اللي ايه بتاع العدد الملفاتك وبتاع. لو دخلت هنا على السيتنجز بقى، طبعا تقدر تغير اللغة لو انت حابب. من ضمن الحاجات ان في حاجة اسمها ويب اكسكلوجنز، دي في النسخة اللي بفلوس هنا مش مفعلة عندي. ايه الويب اكسكلوجن دي؟ انت مش عايز اي حد يقدر، اي برنامج يدخل ويعدل في نظام التشغيل، ملفات نظام التشغيل، الا حد واحد، مين؟ مايكروسوفت. لان انت ممكن تكون عايز تعمل ابديت من موقع مايكروسوفت للويندوز بتاعك، فانا عايز اسمح للدومين او لموقع مايكروسوفت انه يدخل يعدل على الهارد ديسك، فده هعمل ويب اكسكلوجن واضيف فيه www.microsoft.com. طبعا على مستوى مؤسسي ما بنعملش كده، على مستوى مؤسسي مش بخلي كل يوزر يعمل ابديت من الموقع، لا، احنا كل ابديتس دي بننزلها بشكل مركزي بنتستها، وبعد ما حاجه اسمها ساند بوكس في انفايرمنت مستقله كله تمام، ببتدي اعمل ديسيمينيشن لكل التعديلات دي على كل الاجهزه في المؤسسه. لكن ده انا بتكلم على الكيس البسيطه ان انت عايز تعمل ابديت من موقع مايكروسوفت اللي عندك على طول، ففي الحالة دي محتاج تعمل ويب اكسكلوجن علشان تسمح للموقع ان هو يعدل، للدومين ان هو يعدل. دي خلاص شرحتها، فايه مش هقرا معاك النوت. بص بقى، هي دي، ده بقى مربط الفرس، ديتكشن اند بروتكشن. في الحتة دي لازم وحتما ولابد تعلم على ده، اللي هو يوز الايه؟ الهيرستكس، لا ملوش لازمة خالص الحقيقة. لو انت شلت العلامة من هنا ملوش اي لازمه، ملوش اي لازمه. وبما ان انا دلوقتي بقيت شغال على فكره الهيرستكس المعتمد على انجن ناس خبراء عملوه اسمه الشوريكن، الهيرستكس الموجوده، برنامج الهيرستكس اللي جوه البرنامج بتاع الانتي مال وير اسمه الشوريكن، ده اللي بيفكر، ده الحته اللي فيها الاي اي، فيها ذكاء شويه. طيب بما ان دلوقتي عندي بقى هيرستكس وعندي ذكاء وبتاع، فقال لك ليه بقى ما نحاولش نعالج الروت كيتس؟ وهنا بقى السؤال بقى اللي يطرح نفسه، هو يعني ايه اصلا روت كيتس؟ طب احنا دلوقتي شفنا حاجتين، انت شفت معايا انت شفت معايا الفيروس، شفت معايا الورم، دلوقتي نتكلم شويه عن الروت. دي بقى من ارخم الحاجات اللي ممكن تقابلك، يعني الفيروس يتحل، الورم تتحل، الروت كيت غالبا ما بيتحلش. لذلك شايف العلامه دي تهمني جدا في البيت، في المؤسسه ما تهمنيش. يعني انا في المستوى المؤسسي انا مش هغامر بالبرنامج ده انه يقدر يشيل الروت كيت ولا مش هيشيلها، لا، انا في بشكل مؤسسي لو اكتشفت ان انا عندي روت كيتس فعلا انا بشيل الويندوز واحطها تاني، الموضوع منتهي منتهي. لكن انا بتكلم على البيت، عند بقى شغلك البيت حاجه بيرسونال خاصه، فواي نوت يعني بين انا منزل الشركه وبتاع وهيرستكس، يمكن لعل وعسى يقدر يشيل الروت كيت، شالها خير وبركه، ما شالش هشيل الويندوز واحطها، فاحاول يعني. ايه بقى الموضوع؟ وليه دي تعتبر واحدة من أرخم الحاجات في المالوير كلها؟ لأن الروت كيت متخصص في حتة معينة، وهي الفيروس اللي بينزل أو المالوير اللي بينزل، البرنامج الرخم اللي بينزل بيشيل ملفات نظام التشغيل وبيحط بدلها ملفات المالوير بتاعت الهاكر أو الأتاكر يعني، فهو بيستبدل ملفات نظام التشغيل بملفاته البايظة. فيجي الانتي فيروس مش هيعرف، لان اصلا الانتي فيروس ملوش اكسس على ملفات نظام التشغيل ده، بنسميه نظام التشغيل يا جماعه حتتين، حاجه اسمها الشيل اللي احنا شايفينها قدام عينينا دي، وحاجه ثانيه بنسميها الكيرنل. الكيرنل دي مفيش حد يكسس عليها الا نظام التشغيل نفسه، فالانتي فيروس ملوش اكسس على الكيرنل، ملوش علاقه، فمش يقدر يعمل فيها حاجه.
بطريقة سحرية ما الروت كيت بيعمل اختراقات في نظام التشغيل اللي يكتشفها، فبحيث ان هو يقدر يشيل ملفات ويحط ملفات بدلها، فالانتي فيروس ما يشيلوش، مش شايفه اصلا حتى. هو اصلا عشان يحاول حتى يشيله لازم ايه، يعرف ان هو يعرف ازاي هو شاف ده نظام التشغيل يعني. فالانتي فيروس يعجز الى حد كبير قدام الروت كيتس، لذلك ما انا مع روت كيتس ما بحبش اغامر خالص. لو اكتشفت ان في روت كيتس على مستوى الشغل بشيل الويندوز واحط الويندوز خلاص، البيت انا نشوف. فروت كيت رخم. طيب ايه قيمه ده بقى؟ ايه قيمه ان في روت كيتس؟ ليه اشمعنى روت كيتس اللي حطيناها هنا؟ وفي حاجات كتير. قال لك لا، دلوقتي احنا شغالين هيرستكس، صحيح الانتي فايروس العادي مش هيعمل ديتكشن، مش هيقدر يتعرف ان ده مش ملفات نظام تشغيل، لكن انا بقى بما ان انا شغال هيرستكس وانا اكني بني ادم بيفكر، اقدر افهم ان في بعض الملفات نظام التشغيل بتعمل حاجه لا يفترض ان هي تعملها. ما انا عمال اراقب من ضمن اللي انا براقبه من بعيد نظام التشغيل نفسه. فايه ده؟ الجهاز ده بيعمل حاجات غريبه كده ليه؟ فيقدر هذا الشك عنده يقدر يبتدي يقول يخمن ان ده روت كت. دي الفكره يعني. فهو برنامج حقيقه لطيف جدا جدا. بس وكان معتاد تقدر تعمل ابديت للداتا بيس بتاعتك. طيب دي برضو من احدى الميزات اللطيفه جدا اللي موجوده بس في النسخه المدفوعه، هنا هتلاقيها مش مفتوحه. ودي نسخه في حقيقه فيتشر مهمه جدا بحب لازم تكون موجوده في اي انت فايروس. ايه ده السكادرنج؟ ان انت كل يوم او كل اسبوع او كده تقول له انا عايز في كل يوم مثلا الساعه 2 بالليل او 5 6 الصبح اقوم الانتي فايروس يعمل سكان للجهاز كله مثلا. ليه؟ لان انت مستحيل تفتكر انك كل يوم بايديك تضغط على انتي فيروس وتقول له اعمل سكان، مستحيل. فاللي بيحصل ان انت عايز تعمل سكادولينج للخطوه دي، فمش كل البرامج فيها الخاصيه دي ببلاش. من ضمن الحاجات اللي مش ببلاش اهي السكادولينج ده، لا بفلوس، عشان تعمل الحركه دي بفلوس، ودي حركه مهمه. طيب لما بيلاقي هو حاجه بقى بيحطها فين؟ زيه زي اي انتي فيروس في الدنيا او انتي مالوير في الدنيا، بيحطها في حاجه اسمها الفولت او الكورنتين. فولت الحصاله او الكورنتين. هنا خلي بالك انا محصن الايه الحته دي، محصن الهارد ديسك بحيث ان انا حاطط دول في حته كده معزول عزل، منطقه عزل، بحيث انت تدخل بقى تشوف واحده واحده بقى عايز تعمل ايه؟ عايز تدلتهم كلهم؟ ولا حاسس ان في واحده لا ما فيهاش مشكله فترجعها تاني؟ زي ما انت عايز، دي على مسؤوليتك الشخصية يعني. بص بقى تعالى نسكان. بص 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 بص، شايف كل دول؟ كل دول عادي جدا 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 جدا. امشي عادي، امشي عادي، امشي عادي، امشي عادي، امشي مش عادي. دي الحتة الأخيرة دي الخطوة الوحيدة الزيادة، إن أنت بتعمل أناليسيس باستخدام الهيريستكس. بعد ما عملت التحليل العادي بتاع أي أنتي فيروس هتشك بقى بالهيرستكس، بحيث ان لو كان انتي فيروس فيروس جديد او مالوير جديد تقدر برضه تحاول انك تكتشفه. فده شيء مهم جدا جدا هي الخطوه دي. اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب عشان اقفل الحته دي في الحته دي قبل ما اترجم لكم الامتحان. طيب حته صغيره بس، وهي الحته بتاعت الويندوز ديفندر. ايه الكلام ده؟ دلوقتي انت رحت جرير او رحت اكسترا علشان تشتري لابتوب جديد. فيجي البياع يقول لك بص احنا عاملين خصم على الانتي فيروس الفلاني سيمانتكس مثلا او اي حاجه او الاي في جي، لو اخدته دلوقتي النهارده لمده 24 ساعه هنديك خصم ب 600 ريال بس. تيجي تبص تلاقي ما معيش فلوس، فانت دلوقتي مرعوب تاخد اللابتوب
وهو معلوش انتي فايروس ايه الحل؟ قال لك لا لا لا، خد اللابتوب وانت مطمن. قولها تاني، خد اللابتوب وانت مطمن. اوكي، ليه الكلام ده؟ الحقيقه ان الويندوز من اول الاكس بي موجود معاه، نازل معاه بلت ان انتي فايروس. الانتي فايروس ده اسمه الويندوز ديفندر. صحيح في حاله الويندوز اكس بي ما كانش قوي قوي ساعتها، لكن دلوقتي قوي جدا 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 جدا. ادي الويندوز ديفندر اهو، شكله ما اختلفش قوي. ادي الويندوز ديفندر اهو، تقدر تعمل كويك سكان، فول سكان، كاستم، يعني تختار الملفات او الفولدرات اللي انت عايز تعمل فيها سكان. يعني ممكن اقول له كاستم وبعدين اختار بقى انا عايز تعمل على السي ولا الدي ولا اني فولدر زي ما انت عايز، فتختار الفولدرات اللي انت عايز تعمل لها سكان. وكان المعتاد زي اي انت فيروس في الدنيا، ممكن اقول له ابديت فينزل الابديت الجديد. لطيف يعني، ما فيهوش. لو انت رحت في الهيستوري تقدر تشوف حاجات الكورنتين اللي هي دخلت في الكورنتين ده، طبعا لسه نازل جديد الويندوز ده فما فيهوش مشاكل. لو رحت عندك في السيتنجز هيبعتك على السيتنجز بتاعت الويندوز سواء في الايت او في التن، هيفتح لك. بص بقى، احيانا تنزل برنامج وتيجي تعمله انستليشن حتى على مستوى جهازك في البيت يرفض. ليه؟ حاسس الويندوز، حاسس، فاهم، فاكر ان في مشكله. لو انت متاكد مليون في الميه ان البرنامج ده ما فيهوش مشكله، يبقى ساعتها لازم لحظيا نوقف الانتي فيروس بتاع الويندوز علشان يسمح لي ان انا اعمل انستليشن. فباجي هنا بروح موقف الريل تايم بروتكشن، يبقى انت كده وقفت الانتي فيروس خالص. وبعد ما تعمل انستليشن تروح مشغله تاني. النقطة دي مهمة جدا، بس حذاري تعمل كده وانت مش متأكد ان البرنامج ده سليم. خلاص؟ خلاص؟ طيب بص بقى، من ضمن الحاجات كمان لطيف، في حاجة اسمها الاكسكلوجنز. ايه الاكسكلوجنز؟ ده كل ده السيتنجز تحت الايه؟ بتاعت الويندوز ديفندر. انت عايز تقول له ايه؟ مثلا انا عايز اعمل سكان لكل حاجه بس مش عايز اعمل سكان لملفات الباوربوينت مثلا. انت من هنا فتختار له، تقول له لا الباوربوينت لا لا، او لكل الفولدرات ما عدا الفولدر الفلاني زي ما انت عايز، او لكل البروسيسز ما عدا البروسيس بتاعت الكروم. حاجه ترجع لك لو انت عايز تعمل اكسكلوجنز، بس يعني ما بشوفش انا ناس كتير صراحه تستخدمه يعني. اصلا في الهيستوري يبان لك هنا ما فيش ايه، ما فيش اكتر من كده، ما فيش اكتر من كده. طيب هنا بقى السؤال الاخير اللي قفل بيه الموضوع بتاع النهارده ده، وهو طب دلوقتي انت بتقول اللابتوب لما بشتريه نازل معاه الويندوز ديفندر، رحت انا اشتريت اي في جي مثلا او اشتريت الافاست ونزلته عندي، ايه اللي هيحصل؟ يقول لك اوتوماتيك لما تنزل الافاست او اي انت فيروس تاني الديفندر يقف على طول اوتوماتيك من غير ما انت تعمل اي حاجه. طيب حلو الكلام ده، لا ما ينفعش الاثنين يشتغلوا مع بعض. حلو، طب لو جيت بعد شويه وعملت ان انستول للافاست، شيت الافاست خالص من الجهاز، اوتوماتيك الديفندر يرجع يشتغل تاني. الله الله الله، دي حاجه جامده جدا جدا. فانت دايما محمي، دايما عندك اند فيروس شغال عندك في الويندوز دلوقتي. ودلوقتي الانتي فايروس ده قوي، لو الديفندر ده قوي لطيف يعني، ممكن على مستوى البيت تعتمد عليه وانت مطمئن يعني. خلاص تمام كده يا شباب، فتبقى لي بس في المحاضره الاخيره. انا اتمنى ان الناس تحل الامتحان في المحاضره الاخيره بعد ما ترجم، الناس المتخصصه يعني. بقيت الناس براحتك، انا كده كده فاتح اليوم كله بحيث لو في حد عنده مشكله، بس يعني اختبر نفسك، ادي نفسك تايم ليميت، روح صلي وتعالى عندك ساعه تخلص فيها عشان تتاكد ان انت فاهم فعلا. فتعالى هترجم معاك الاختبار التاني. انا بارك فيكم.
زوم ماشي. اوكي الاي او اريا ده بقى مصطلحات، في حته كده في الكيسه بنسميها الاي او اريا، بنغطيها دايما بحاجه، بنغطيها بايه؟ بحاجه اسمها الاي او شيلد، الله الله العظيم، ولا الاي او ديفايسز، ولا الاي او بريفرلز. مش محتاج دي ترجمه، دي حاجه احنا خدناها في الفيديو. الاي او اريا بتتغطى بحاجه اسمها اي او ايه بقى؟ السؤال الثاني، الجيل اللي جاي اللي هينزل جديد من انتل، انا قلته لك في سياق كلامي، اسمه ايه؟ الايس ليك ولا تايجر ليك ولا الكافي ليك؟ بعد كده المايكرو اي تي اكس، فاهمين فاكرين بقى الفورم فاكتور والمذر بوردات وكده، اصغر من الاي تي اكس كام في المية؟ 20 30 40 60 50، يعني ايه؟ اختار لي. البي سي اي اللي هو خلاص انتهى من الوجود، كان دايما لونه ايه؟ ابيض ولا اسود؟ ارجع للفيديو. طيب افترض ان انت عندك رامه مكتوب عليها بي سي 4000، تفهم من الرقم ده ان سرعه المذر بورد كام؟ طيب عندك رامه دي دي ار 4 مكتوب عليها دي دي ار 4 2400، تفهم من الرقم ده ان انت عندك كام مليون ترانزاكشن او مليون عمليه في الثانيه؟ دي دي ار 4. لما اجي ابني الكمبيوتر بتاعي دايما ببتدي بالايه؟ السي بي ولا ماذر بورد ولا الكيسه ولا الهارد ديسك ولا بالرامه؟ الكلام ده انت المفروض عملتوه بايديكم. البي سيز الجديده، الكمبيوترات الجديده بتستخدم البي سي ار ولا البي سي اي اي؟ اخر حاجه الاي ام دي منزلاها، الاي ام 3 ولا الاي ام 4 ولا في ار 4؟ الليكويد كولينج عنده ايه؟ لما شفنا الليكويد كولينج عنده ريداتير ولا عنده كريستال؟ كريستال زي اللي هي بتاع كلوك، اللي هي بتعمل كلوك في السي بي يو يعني، ولا عنده جامبر، عنده سلكه، عنده دي ولا دي ولا دي؟ في معظم المذر بوردات الجديدة ايه اللي بيبقى موجود جوه السي بي يو نفسه؟ ايه اللي موجود جوه السي بي يو نفسه؟ النورث بريدج ولا الساوث بريدج؟ طيب ده سؤال متكرر هكتبه حلو، يعني هتحله زي ما فوق هتحله هنا تاني. البي سي الجديدة أجهزة الكمبيوتر الجديدة بتستخدم بي سي اي ولا بي سي اي؟ المولكس، في حاجة اسمها المولكس، المولكس ده ايه؟ كونكتور يعني سلكة بنوصلها كده مثلا من حاجة وحاجة، ولا بروتوكول لغة، ولا ستاندرد طريقة متعارف بيها لتصنيع الاي سي؟ الدي دي ار 2 ممكن ادخلها في فتحة الدي دي ار اه ولا لا؟ معظم الاي ام دي بروسيسورز بتاعت الاي ام دي شغاله ال جي اي ولا بي جي اي؟ ممكن استخدم النيو ايج علشان ابني الكمبيوتر ولا ابني ويب سايت، ولا علشان احاكي اكني في بي داتا سنتر؟ داتا سنتر يعني سيرفر روم، يعني سيرفر روم كبيره اوضه الخوادم. كمبيوتر عنده انتل بروسيسور بالرقم ده، اي رقم منهم بيعبر عن الجيل بتاع هذا الكمبيوتر؟ السبعة ولا الاي ولا الخمسة ولا الثمانية ولا الاثنين ولا الزيرو ولا الكي؟ طيب الرامة فيها تشيب كده صغننة خالص، هي اللي بتذيع المعلومات عن هذه الرامة او امكانيات هذه الرامة للمذر بورد او بقية الكومبوننتس اللي جوه الكمبيوتر، فهي اللي بتذيع امكانيات الرامة. ايه هي؟ اسمها ايه بقى؟ الاي سي سي ولا الاس بي دي ولا ال 1؟ الساوث بريدج بيتحكم في ايه تفتكر؟ هيتحكم في اجهزه الادخال والاخراج ولا يتحكم في الفيديو كورد كارت الفيديو؟ اسم تاني شهير جدا للباريتي، الاي سي سي ولا الاس بي دي ولا ال 1؟
دلوقتي احنا مسجلين، يعني انت ممكن ترجع للترجمة دي زي ما انت عايز، مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لان بتهيألي بص بتهيألي انا مسجل يعني، انا مسجل خلاص، انا هوقف التسجيل.